بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا حلقة روح البروتوكول. هتقول لي يعني إيه روح البروتوكول؟ هقولك ده عنوان المقدمة النهاردة، وما هي الحقيقة وراء موضوع روح البروتوكول. على فكرة أنا ولا بقلس ولا بهزر ولا أنا بتكلم بجد. العالم كله بقى قد كده، أصبح العالم كله أصبح قرية صغيرة زي ما بيقولوا. فاكرين حضراتكم الجملة اللي كانت بتتقال من سنين طويلة جدا جدا بعد اختراع الانترنت والموبايلات والأقمار الصناعية، إن العالم كله قرية صغيرة. يبدو أن هذه الجملة لم تصل بالشكل الواضح لكابتن عصام عبد الفتاح. احنا ما بنطلعش من هنا نقول اي كلام، ولو كنا بنقول اي كلام كان اكيد حد هيطلع ينفي الكلام اللي احنا بنقوله، خصوصا ان مفيش حد بيطلع اليومين دول اكتر من مين؟ ايوه كابتن عصام عبد الفتاح. لكن الحقيقه انا خلال الكام يوم اللي فاتوا دايما وانا طالع وانا داخل وانا رايح هنا جاي من هنا اقول لاصدقائي وزملائي من الاعداد، يا شباب انا هكلمكم النهارده بروح البروتوكول مثلا، والنهارده اقول لهم انا هكلمكم بروح الحلقه. فالناس الحقيقه زهقت مني، والله زهقوا مني، قالوا لي يا عم اسلام بقى ارحمنا. بجد مش كده كل شويه تقول لنا روح البروتوكول؟ فالمهم كلهم اشتغلوا على موضوع عايزين نعرف ايه حقيقه او ايه الحقيقه وراء روح البروتوكول. ايه اللي خلى كابتن عصام عبد الفتاح يطلع يقول مثل هذه الكلمه، او يبتكر بعد اللي أنا عرفته يبتكر هذا المصطلح؟ تواصلت مع أو فريق الإعداد عندنا تواصل مع كل الأطراف الخاصة بهذا الموضوع عشان أكشف لحضراتكم السر وراء روح البروتوكول، وكيف ابتكر كابتن عصام عبد الفتاح هذه الجملة. النهاردة ممكن تكون أنا آسف جدا لأن أنا قلت لكم امبارح أن أنا مش هتكلم في هذا الأمر، ولكن من كتر الزن الناس كلها جابت لي كل الاخبار، عمر وبقيه الناس كلهم جابوا لي الاخبار. النهارده ممكن تكون اخر مره نتكلم فيها، معرفش، ممكن كابتن عصام يكمل، معرفش، ما عنديش معلومه واضحه ان كابتن عصام يكمل ما يكملش، ولكن لانه انا ما بسمعش اليومين دول غير ان من الممكن جدا ان يكون هناك تغيير. اذا كان هناك تغيير في لجنه الحكام اتمنى ان يكون هناك تغيير للافضل، ولكن خلينا نرجع للمعلومات تاني. انا دايما لما باجي اتكلم على بمعلومات انا بتكلم بمعلومات موثقة. يعني ايه موثقة؟ يعني معلومات عندي الموضوع في جيبي او في تليفوني او في تليفون فلان او عندي كل حاجة. هقول لحضراتكم ايه حكاية روح البروتوكول من بدايتها. كابتن عصام عبد الفتاح، وخدوا بال حضراتكم الكلام اللي جاي لانه كلام مهم جدا جدا جدا. كابتن عصام عبد الفتاح لما الاهلي طلب تعيين حكام اجانب، تفتكروا كده من اسبوعين ثلاثة النادي الاهلي طلع بيان، او من شهر طلع بيان وقال يا جماعه من فضلكم انا عايز حكام اجانب وادي الشيكات كمان، وبعت الشيكات النادي الاهلي لاتحاد كره القدم. فاكرين الموضوع ده؟ كان قبل ماتش سيراميكا كليوباترا. ايوه برافو عليكم. الوقت ده لجنه الحكام قالت لك ايه؟ او ما كانتش الاول لجنه الحكام ما كانتش عارفه تتصرف ازاي ولا تعمل ايه، لان النادي الاهلي كان عايز حكام من التوب فايف، وفي نفس الوقت ما عندهمش الامكانيات انهم يجيبوا طاقم تحكيم من الدوريات الخمسه الكبرى. خلاص؟ وده اللي اعلنته لجنه الحكام بعد كده فعلا. بس عشان ااكد لحضراتكم اننا تتبعنا كل شيء، كل شيء بيحصل جوه وبره مصر، لجنه الحكام وقتها رشحت طاقم تحكيم كرواتي بيقوده مين؟ تيهومير بيجن. أنا مش بقول كلام من الهوى، أنا بقول بالأسماء أهو. رشحت لجنة الحكام الحكم الدولي الكرواتي تيهومير بيجن. بالاسم أهو. نفسي حد يطلع ينفي. وإحنا هنطلع اللي عندنا، كل واحد يطلع. يعني أنا نفسي حد يقول لك يا عم إسلام الكلام ده كلام كذب، هقول له طيب اتفضل أدي واحد اتنين تلاتة. لأن كل كلمة بقولها لحضراتكم هي كلمة موثقة. بعدها لجنة الحكام عملت إيه؟ اعتذرت
لجنة الحكام اعتذرت للحكم وقالوا له أصل الأهلي طالب حكام من التوب فايف. تمام كده؟ طيب نيجي بعد كده للي حصل في ماتش البنك الأهلي اللي حضراتكم مستنيين تسمعونا، بس قلت أقول لكم على الموضوع الأولاني عشان تعرفوا إن إحنا عندنا كل حاجة بالأسماء. أنا بقول بالأسماء أهو، مش بقول بالأسماء. طبعا بعد المباراة وإلغاء الهدف الصحيح اللي هفضل أقول صحيح، واللي كريم ثابت، كريم سعيد وأحمد ثابت امبارح قالوا هذا الكلام هنا، إن هذا الهدف صحيح ويجب إعادة هذه المباراة. هقول لكم ليه الماتش ده كان هناك خطأ في تطبيق القانون والبروتوكول، لأن مفيش حاجة اسمها روح البروتوكول أساسا. هدف صحيح لمحمود وحيد، خرج علينا كابتن عصام عبد الفتاح بتصريح عجيب جدا وهو روح البروتوكول، وانه الفار كان صح، وانه كابتن عصام محاضر دوري كلنا مقتنعين وعارفين وكله بيسمع كلامي. كابتن عصام بيقول هذا الكلام، ركزوا معايا في اللي جاي. لما كابتن عصام سالوه في اتحاد كره القدم، هو انت ازاي بتدافع عن غلطه كلنا شايف مصر العالم كله شايفها غلطه باستثناء كابتن عصام واحبائه؟ حتى الحكام اللي طلعوا في الاعلام من كل الجنسيات من كل حته قالوا ان يا جماعه كل مجموعه الحكام اللي اتكلموا حتى في الاعلام قالوا ان الهدف صحيح 100%، وان البروتوكول الخاص بالفار ما فيهوش اللي اتقال ده او اللي احنا عرفناه اللي هو روح البروتوكول، ولكن بينص على انه ما ينفعش الفار يتدخل في استئناف اللعبه. كابتن عصام كان له رد واضح على مسؤول اتحاد كرة القدم لما سألوه، قالوا له يا كابتن عصام هو أنت إزاي بتدافع عن هذا الهدف؟ قال لهم أصل أنا بعت اللعبة دي للهولندي مايك فاندر روست مسؤول الفار في الفيفا، وقال لي إن قرار الحكم صح. خلاص كده تمام. أنا بقول ده كابتن عصام ومايك. مايك كان موجود في مصر من شهر وكان بيحاضر الحكام هنا في مصر، مش بقول هيقول لهم حاجه اسمها روح بروتوكول، بس هتعرفوا التفاصيل دلوقتي هقول لكم. فده كان الحكم وكابتن عصام مايك فاندروست. ده عرفناه كله من مصادرنا في اتحاد كره القدم، ان اتحاد كره القدم لما سالوا كابتن عصام قال لهم مايك قال لي ان هي كذا. طيب وعايز اقول لحضراتكم حاجه، لو كابتن عصام يحب يطلع ينفي اهلا وسهلا بيه على شاشة قناة النادي الأهلي، يعني أنا برحب بيه بشدة، مستعد أعمل له مداخلة دلوقتي حالا لو هو حابب. فراحوا لمايك، كابتن عصام راح لمايك وسأله، هو كابتن عصام قال لاتحاد كرة القدم كده. طيب فريق الإعداد بتاعنا تواصلوا مع مايك شخصية خلاص، وقالوا له ايه وبعتوا له الحاله، سالوه هو ايه حكايه روح البروتوكول دي، لان احنا سمعنا انك انت مصدر هذه القصه، وبعتنا له البروتوكول واضح يا جماعه. رد مستر مايك فاندر روست على اعداد البرنامج قال لهم ايه، كابتن عصام ما كلمنيش يا جماعه، كان يسعدني ان هو يكلمني طبعا واجاوب على استفسار. طيب بالاسماء اهو، بكمل بالاسماء، اللي بعت لي الحاله دي من لجنه الحكام ده مستر مايك هو اللي بيقول هذا الكلام، كابتن مجدي رزق. كابتن مجدي رزق هو عضو اداره الفار في لجنه الحكام، وانا كنت فرطت مهم يعني. وبالتاكيد هو بيقول عندي فريق الاعداد بالتاكيد على الحاله، بالتأكيد إجابتي واضحة من واقع بروتوكول الفار، مش محتاجة تعليق. محدش قال إن في روح بروتوكول، ولا هنا سأصمت قليلا. احتراما وتقديرا لمايك فاندر روست اللي كشف لنا كل حاجة، أنا بقول لحضراتكم مرة تانية وعلى الهواء مباشرة مع حضراتكم، كابتن عصام لو حابب إن حضرتك تخش تقول لي إن الكلام ده غلط، أو حتى كابتن مجدي رزق، أي حد من الأسماء اللي أنا قلتها وحابب إن هو يعمل مداخلة ويقول لنا إن هو
الكلام ده غلط، انا عندي استعداد لتقبل هذه المداخله ومش هتكلم، هسمع وهرد وانا جاهز بكل المستندات اللي بتقول الكلام اللي انا بقوله ده صحيح، ولا انا طالع اقول روح الحلقه وخلاص. كابتن عصام، رسالتي الاخيره ليك، العالم اصبح قريه صغيره، احنا في سنه 2022 مفيش حاجه اسمها روح البروتوكول. لو كنت حضرتك طلعت وقلت ان الهدف صحيح وان الحكم اخطا، ها، وعدت هذه المباراه، كان ممكن النادي الاهلي لا قدر الله، على فكره كان ممكن النادي الاهلي يتغلب لا قدر الله، ولكن اللي احنا بنشوفه ده منتهى التعنت، وحضرتك بتدافع عن شيء غير صحيح وعن قاعده غير صحيحه. انا الحقيقه تاكدت من هذا الموضوع مره واثنين وثلاثه واربعه عشان اطلع اقول لحضراتكم هذا الكلام على الهواء مباشره. كابتن عصام، مش عارف اقول لحضرتك ايه، ولكن منتهى الاحترام لحضرتك ومنتهى التقدير، من فضل حضرتك لو عندك اجابه على او نفي كابتن مجدي رزق، لو عندك اجابه او نفي عن هذا الامر، من فضل حضراتكم ابعتوا لنا حتى على تليفوناتنا، لو معاكم تليفوناتنا قولوا لنا يا جماعه الموضوع واحد اثنين ثلاثه، وصدقني لو مش عايز تعمل مداخله يعني، صدقني هقول الكلام اللي حضرتك بعته بالنص، والرد هيبقى برضه على الهواء على طول، هحطه لجمهور النادي الاهلي على الهواء مباشره. نيجي بقى للجديد. ما هو انا كل ما قرر ان انا اسكت كابتن عصام يخليني، انا النهارده كانت بدايتي ان انا كنت هطلع اتكلم عن الدعم والمسانده وكذا وكذا ونادي الاهلي ويوم الاثنين وماتشو، فاعمل ايه؟ طيب لو حد عنده الكلام اللي انا بقوله ده هيطلع يقوله ولا لا؟ لكن الكابتن عصام عبد الفتاح النهارده انا قاعد بشوف الاخبار وبقرا الاخبار، لقيت الكابتن عصام عبد الفتاح حط منشور على لسانه في موقع القاهره 24، في موقع ايه؟ القاهره 24، بانه لسه مش عارف هيكون في فار ولا لا في ماتش ايه؟ الاهلي وبيراميدز في كاس مصر. وبالمناسبه لو ينفع يا شباب تجيبوا لي الصحفي الشاب اللي كتب هذا الامر عشان اتاكد منه، او اسالوه يعني لو مش عايز يعمل مداخله برضه اسالوه، قولوا له هل الكابتن عصام قال، احنا على فكره عارفين ان الكابتن عصام قال هذا الكلام، لكن لو ينفع تجيبوه هاتوه. وبعد شويه تصريح تاني الكابتن عصام بيقول حاجه تانيه عكس اللي قاله اولاني، بس ده على يلا كوره، بيقول انا ما قلتش الكلام ده. طب انا اصدق مين؟ اصدق كابتن عصام عبد الفتاح في القاهره 24، ولا اصدق تصريح الكابتن عصام في يلا كوره؟ بالمناسبه يعني الاثنين اخواتنا واصدقائنا وما عندناش اي مشكله سواء مع هنا او هنا، لكن انا بتكلم بشكل عام. وبعدين تصريح عكس، يعني تصريح وعكسه الموضوع وعكسه، مع انه يعني كابتن عصام بالمناسبه بيصرح للقاهره 24 تحديدا ويلا كوره تحديدا بيصرح لهم بحاجات كتيره جدا خلال الفتره اللي فاتت، اشمعنى دلوقتي؟ وليه الصبح قلت كذا وبعد الظهر قلت لا؟ حاجه غريبه جدا 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 جدا، الواحد بيشوفها وفي نفس الوقت مش عارف يقول ايه، مش عارف يقول ايه. انا برضو معلش يعني عايز برضو اقول لحضراتكم على موضوع مهم جدا يخص امبارح، سمعت كلام من احد الاصدقاء على احدى القنوات. طيب وريني التصريح وعكسه الاول قبل ما نبدا في هذا الامر. طيب هل انا بقول حاجه غلط يا جماعه؟ هل انا بكذب يا كابتن عصام؟ هل لو يعني حد، ما هو حد من الاثنين غلط، ما هو يا اما القاهره 24 غلط. لا طبعا مع احترام انا عشان كده بقول اي حد فيهم عايز برضه يعمل مداخله انا جاهز. ادي القاهره 24 بيقول الكابتن عصام عبد الفتاح حتى الان مباراه الاهلي وبيراميدز في الكاس دون الفار. كابتن عصام عبد الفتاح هنا فوق بيقول ايه؟ في يلا كوره الناحيه الثانيه لم اصرح بغياب الفار عن لقاء الاهلي وبيراميدز. ماشي. فخبرين عكس بعض. امبارح زي ما قلت لحضراتكم هناك، انا لو حضراتكم تفتكروا من يومين اول امبارح او الايام السابقه قلت لحضراتكم ان هناك، تمام حلو،
الأستاذ محمد جمال زميلنا الصحفي في القاهرة 24. مساء الفل يا محمد. الفل يا كابتن اسلام، مساء الفل طبعا على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. محمد طبعا صحفي وفي موقع القاهره 24 ومتخصص في تغطيه اتحاد كره القدم. دلوقتي يا محمد انا الحقيقه جبت، هات لي يا سمير لو سمحت الخبرين. الخبر الاول وحضرتك مكتوب اسمك عليه، مكتوب ان الكابتن عصام بيقول حتى الان مباراه الاهلي وبيراميدز في الكاس دون الفار. ما صحه هذا الامر؟ بص يا كابتن اسلام، طبعا كلنا عارفين ان كاس مصر القديم ده كان مفترض ان هو يتلغي. نعم. الكوره حاول اكتر من مره مع الشركه الراعيه انه يرجع كاس مصر، لكن ما قدرش ان هو يوصل لحل. نعم. فاضطر ان هم يلعبوا الكاس ويضغطوا بيه في المواعيد الجديده، لا صحه تماما يعني ان انديه عايزه الكاس تتلعب والكلام ده، القصه كلها شركه راعيه بحته. فبعدها على طول طبعا كلنا عارفين ان كان في دور الثمانيه الماتشات اللي كانت اتلعبت لو نفتكر كان الفار مش موجود. مظبوط. طبعا الاهلي وبيراميدز الفتره الجايه مفترض ان هو يتلعب 26 يونيو، فهل هيتلعب من غير كاس من غير فار ولا لا؟ شفنا امبارح الزمالك واسوان ده في نص النهائي، يعني الناس بتقول لا طب ما ماتش الزمالك واسوان كان في كاس مصر كان بفار. يا جماعه ده في نص النهائي. مظبوط. ده نص النهائي مش دور الثمانيه، لسه مباراه الاهلي وبيراميدز متبقيه من دور الثمانيه. نعم. فبالفعل يعني حاولت انا بقى عايز اعرف طب هل فعلا الاهلي وبيراميدز هيبقى استثناء؟ هل هتبقى فار في ظل طبعا الفتره اللي فاتت والتحكيم انا من وجهه نظري مش جيد. نعم. التحكيم عنده نواقص كتير جدا جدا جدا، ومش كل ماتش يعني بنشوف اعتراضات، يعني لان بالفعل في اخطاء يعني غريبه شويه. فبالفعل اتواصلت مع كابتن عصام، كابتن عصام دايما بيوضح بصراحه يعني، اتواصلت معاه هو الراجل قال لي لحد دلوقتي يا محمد لم يتكرر بعد، يعني احنا ناخدها كصحفيا طبعا ان حتى الان هو بدون فار. مظبوط. يعني حتى اللحظه طالما لم يتم تحديد ان المباراه او يتم اصدار قرار ان المباراه تكون باستثناء وتكون بفار، يعني يتم تعديل في اللائحه. ده كلام منطقي، ده كلام منطقي الحقيقه. كلام منطقي ان حتى اللحظه دي يا كابتن اسلام ان المباراه فعلا بدون فار، لان لم يتم صدور قرار سواء من لجنه الحكام او باتحاد الكوره لوجود. نعم. ان المباراه يبقى فيها استثناء لحساسيه المباراه الاهلي وبيراميدز، ومباراه كبيره طبعا ما بين اثنين كبار، انها تكون بتقنيه الفار. فالراجل بصراحه رد عليه مشكورا، قال يا محمد لم يتم حتى الان قرار بشان الامر ده، لم يتم التحديد حتى يعني ان يتخذ قرار في الامر ده. عارف يا محمد انا ما عنديش مشكله في هذا الامر، لانه ده كلام منطقي الحقيقه. الكلام اللي حضرتك بتقوله او اللي الكابتن عصام قاله لك ده كلام منطقي ما فيهوش اي مشكله، صح الكلام اللي هو بيقوله ده كلام منطقي جدا، ولكن عندي مشكله في اللي جاي وطبعا دي انت مالكش علاقه بيها يعني انا عارف، لكن هي ان الكابتن عصام بيقول تصريح عكس التصريح اللي متقال. يعني هي دي القصه بالنسبه لي، هو ليه كابتن عصام بتقول حاجه الصبح وحاجه تانية بعد الظهر؟ يعني قال لم اصرح بغياب الفار عن لقاء الاهلي وبيراميدز. انا اقول لك يا كابتن المعلومه. نعم يا فندم. كابتن عصام ليه؟ كابتن عصام يقول يعني طبعا يعني ليه الاحترام ويقول اللي طبعا حابب طبعا يقوله طبعا طبعا، بس انا يعني الكلام ده بيبقى موثق، ويعني انا يعني دايما بيبقى موثق الحمد لله. ثاني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. نعم. كل القرارات اللي هتتاخد خلال الفتره الجايه، مباراه الاهلي وبيراميدز مش هينفع من اتحاد الكوره انه يلعبها من غير فار، وهيلعبها بوجود الفار يوم 26 يونيو. مش هيقدر تماما 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 انه يطلع بقرار انه يتلعب من غير فار ويقول ده عشان المسابقه ومش المسابقه. الفتره الجايه هيقول لك انها مختلفه تماما على الكل. الفتره الجايه هيكون فيها تغييرات كبيره جدا 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 بشان التحكيم في مصر، لان كلنا شفنا الاخطاء الكبيره جدا خلال الفتره اللي فاتت. فخلينا واضحين، ودي معلومه مؤكده ان الماتش هيكون بفار، ودي معلومه برضو مؤكده، ولكن هو القرار لحد دلوقتي لم يتم اتخاذه. لان خلينا واضحين مع بعض، هل الكابتن عصام لما كان نفى الخبر اللي هو قايله اصلا، هل قال ان الماتش هيبقى فار؟ هل قال ان الماتش مش هيبقى مفيش فار؟ لا، برضو الراجل ما صرحش، يبقى انا كلامي هو اللي كان صح، لان اكيد كلامي موثق. تمام. طيب انا بشكرك جدا يا محمد، بشكرك على هذا التوضيح ورسالتك وصلت، واعتقد ان طبعا كان من الواجب علينا ان احنا نعمل كده. لو جبتوا لنا برضو حد من يلا كره شباب يبقى كويس جدا، او اللي كاتب الخبر ده من يلا كره يبقى كويس جدا، لانه الحقيقه الكلام اللي احنا شايفينه ده هي كره القدم بهذا الشكل. انا ما عنديش مشكله على فكره ان انا اقول واسال واعمل وبتاع في الاخر عشان اصل للحقيقه. محمد جمال صحفي محترم قام بواجبه على اكمل وجه، مع طبعا موثق الموضوع 100% علشان يشوف الدنيا ماشيه ازاي. فبنحاول دلوقتي برضو نشوف صحفي الخاص بيلا كوره عشان نعرف بس هو ايه العكس. ليه يا كابتن عصام؟ انا لا اقصد شيء في هذا الامر الا ان احنا نوضح ايه اللي بيحصل
لمصر كلها، مش للأهلاوية بس، لمصر كلها، لمصر كلها. عندما تخطئ يجب أن يتم الاعتذار أو العقاب، ده اللي أنا أفهمه، ده اللي أنا عارفه. لكن مش أن أنا أخطئ وأطلع أدافع عن غلط، وأطلع أدافع كل شوية عن غلط. خسرت الدوري السنة اللي فاتت بسبب الأخطاء التحكيمية، ومش ممكن النادي الأهلي والنادي الأهلي عمره ما بيسكت، ولكن دائما النادي الأهلي بياخد الاتجاهات السليمة في كل شيء. ما بيقدرش، احنا كده النادي الأهلي متعود على كده، احترامه لنفسه والجمهوره قبل أي شيء. إن شاء الله بعد يوم الاثنين هنفتح مع حضراتكم حاجات كتيرة جدا جدا خاصة بأمور كتيرة جدا. لكن في النهاية أنا بس حبيت أوري حضراتكم، لو جبتونا طبعا اللي كتب الكلام ده في يلا كورة ماشي، ما بيردش لغاية ما يرد يعني، لو رد هاتوا معانا برضو يقول وجهة نظره في هذا الأمر علشان نشوف الموضوع ماشي إزاي. طيب امبارح في أحد البرامج، ودي من ضمن الحملة اللي معمولة على النادي الأهلي واسم النادي الأهلي، حملة ممنهجة إن أطلع فلان النهاردة في القناة دي عشان يقول معلومات خاطئة 100% ضد النادي الأهلي، وأطلع فلان التاني الناحية التانية يهزر ويضحك على النادي الأهلي واسمه ويقول معلومات خاطئة 1000000%، وطلع فلان التاني ليه بقى؟ علشان يتعمل وفي على السوشيال ميديا فلان الفلاني يطلع يقول لك ادي الحكام وادي الانذارات وادي الاوفسايدات والاجوان اللي بتتحسب، الكلام اللي حضراتكم بتشوفوه اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول. احد طبعا يعني هقول لحضراتكم حالا، حتى امبارح قال كميه معلومات مغلوطه على النادي الاهلي، ومجرد كلمتين بس عشان لمجرد ان انا اهيج الجمهور او اقول للناس اللي تبعي ان انا اهو بقول كلام حلو ضد النادي الاهلي. خلاص؟ بعنوان الكلام اللي اتقال ايه؟ اتقال بعنوان اشمعنى التأجيل للنادي الاهلي؟ هو التأجيل للنادي الاهلي عليه سكر؟ هو اتقال كده. هو التأجيل للنادي الاهلي عليه سكر؟ مش عارف اقول ايه، والله ما عارف اقول ايه. هو الاهلي بس اللي بيروح مهمه وطنيه والفرق الثانيه رايحه مهمه سريه؟ اتقال كده يا جماعه على الهواء مباشره، على الهواء مباشره اتقال كده. قال ان مش معنى ان الاهلي يتاجل له ماتش في الدوري وبيراميدز قبل مواجهه مازيمبي والمصري لم يتم تأجيل مباراتهم في الكونفدرالية، ده اللي اتقال على الهواء مباشرة. طيب الحقيقة ايه؟ والحقيقة اللي احنا هنقولها برضو من بيان رابطة الأندية، من بيان رابطة الأندية، بيان رابطة الأندية في ذلك الوقت أعلنوا عن تأجيل مباريات الأندية الثلاثة بالتساوي الأهلي وبيراميدز والمصري نظرا لوصولهم الى دور 8 في البطولات الافريقيه بتاريخ 2/2/2022، بتاريخ 2/2/2022. تخيل حضرتك ان حد طالع قبل مباراه لفريق النادي الاهلي المصري، النادي الاهلي المصري، وبيقول وبيتكلم على اصل التاجيل للنادي الاهلي عليه سكر، اما التاجيل لبقيه الانديه فدي مهمه سريه، وبيقول معلومات مغلوطه وخاطئه 100%، مش اللي انا اللي بقولها، لا. ليه المعلومات اللي بيقولها معلومات غلط؟ ان النادي الاهلي بس هو اللي بيتاجل له؟ ما هو يا فندم رابطه الانديه المسؤوله عن التاجيل وعدم التاجيل والهيصه دي كلها قالت في بيان ليها الاهلي وبيراميدز والمصري اشمعنا الثلاث فرق دول عشان وصلوا لدور الثمانيه في ذلك الوقت، والبيان حضرتك بتاريخ 2/2/2022. وتقال أيضا أن نادي الزمالك، تقال كده على الهوى، أن نادي الزمالك طلب تأجيل مباراة الداخلية قبل نهائي الكونفدرالية 2019. طيب هل اتأجل ولا ما اتأجلش؟ الحقيقة أن الزمالك اتأجل له ماتش الإنتاج الحربي اللي كان مقرر ليه 15 مايو قبل نهائي الكونفدرالية، وإن ماتش الداخلية ده كان يوم 12 مايو، يعني
واللي طالع بيتكلم بيقول ايه؟ بيقول ان الزمالك طلب تاجيل مباراه الداخليه، الزمالك في ذلك الوقت كان عنده مباراه يوم 19. خلاص؟ الزمالك كان عنده مباراه يوم 19، فكان عنده مباراه نهائي الكونفدراليه يوم 19، وكان عنده يوم 15 الانتاج الحربي في الدوري، ويوم 12 الداخليه في الدوري. ف بيتقال ان الزمالك اترفض ان هو يتاجل له ماتش الداخليه. طب ما هو على فكره ما هو النادي الاهلي اترفض ان يتاجل له ماتش اللي اتلعب من كام يوم امبي، وتاجل له ماتش ايسترن كامبي بعد موافقه ايسترن كامبي، وبعد موافقه رابطه الانديه، وبعد ما النادي الاهلي قال ان الدوليين مش هيلعبوا يوم 15/6. طيب الحقيقه بتقول ايه؟ ان الزمالك بالفعل اتاجل له ماتش الانتاج الحربي اللي كان يوم 15 اللي قبل المباراه النهائيه باربع ايام، وان ماتش الداخليه كان يوم 12، وده كان اخر ماتش الزمالك لعبه، كان قبل 8 ايام من مباراه النهائي امام نهضه بركان في ذلك الوقت. وهجيب لحضراتكم الجدول بتاع هذه المباريات. فاللي بيحصل هذه الايام هي حمله غريبه بتحدث ضد النادي الوحيد اللي بيمثل مصر في نهائي دوري الابطال. بيمثل مين؟ هل النادي الاهلي ده بيمثل بلد اخر؟ النادي الاهلي اللي بيمثل مصر اللي هيلعب يوم الاثنين القادم، وفي الحرب بتاعته مجلس الاداره ماشي فيها، حرب الرياضيه يعني ماشي فيها، والحرب المحليه برضو الرياضيه ماشي فيها، عشان في النهايه يتقال من البعض ان الاهلي بيتحط له سكر عشان يتاجل له، او تاجيل الاهلي سكر وتاجيل بقيه الفرق مهمه سريه. تخيل حضرتك ان ده بيحصل. انا بس حبيت اوري لحضراتكم المعلومه الخاطئه اللي بتطلع على الهواء مباشره، يعني على الهواء كان حد طالع يتكلم بهذا الامر. الحد ده كان طالع يتكلم بهذا الشكل وبيقول كل المعلومات اللي بيقولها للاسف الشديد هي معلومات خاطئه. انا بس قلت لكم ايه المعلومه الغلط وايه الصح بتاعها. ف مش عارف الواحد هيفضل كده لغايه امتى. يعني انا نفسي اطلع اساند وادعم واقف مع النادي الاهلي واقول يا جماعه النادي الاهلي الفتره اللي جايه لازم نقف كلنا جنبه، اهلاويه وغير اهلاويه يقفوا جنب النادي الاهلي يوم الاثنين القادم. النادي الاهلي ينتظر ان مصر كلها ان شاء الله تقف معاه، مسؤولين. والحقيقه مش عايز اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل، كله هيتقال في وقته، ولكن في النهايه اللي بيحصل ده خطه ممنهجه بقالها يومين ثلاثه علشان الناس بس ايه عايزه تفقد تركيز. محدش بيبص للمصلحه الوطنيه، كل الناس بتبص لشيء واحد فقط، وهو مصلحتي ايه. محدش بيبص للمصلحه الوطنيه ابدا. حبيت بس ان انا اقول لحضراتكم الكلمتين دول قبل اي شيء اخر. ورسالتي بقى الاخيره الحقيقه لرابطه الانديه المحترفه برئاسه النائب المحترم احمد دياب، ولمجلس اداره اتحاد كره القدم برئاسه الاستاذ المحترم جمال علام. ما حدث من الكابتن عصام لا يليق بالكره المصريه ولا بعراقه مسابقه الدوري المصري، ولا حتى بمنظومه التحكيم، ولا بالكابتن عصام نفسه. على فكره منظومه التحكيم في مصر قدمت اسماء عظيمه جدا من اكثر من 80 سنه. واحنا عندنا حكام حكموا في بطولات كبرى في العالم. اتمنى، انا سمعت قبل كده من رابطه الانديه واتحاد كره القدم ان هم طلبوا من رئيس لجنه الحكام ان هو يا جماعه ما يتكلمش، يخليه في والنهارده او امبارح كان ثاني مره يطلبوا فيها الطلب ده، لكن الكابتن عصام من الواضح جدا ان هو يعني معرفش، يعني الكابتن عصام دايما بيخش في الموضوع بطرق خاطئه وواضحه جدا. انا قلت لحضراتكم بالاسماء بالارقام وعندي تفاصيل الموضوع واضحه معايا. اتمنى ان سواء كابتن عصام او كابتن مجدي رزق خشوا معايا على الهوا في قناه الاهلي يقول لي كل الكلام يا عم اسلام اللي انت بتقوله ده كلام غلط، عشان بس حضراتكم تعرفوا مفيش حاجه اسمها روح بروتوكول ولا روح مش عارف ايه ولا الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه. طيب احمد شاكر زميلنا برضو في يلا كوره كلمناه
وقلنا له التصريح ده، قال لك انا كلمت الكابتن عصام عبد الفتاح وبقول له ان ليك تصريح قلت فيه ان مفيش فار في مباراه الاهلي، قال لا انا ما قلتش هذا كلام. بس ادي التصريح اللي قاله زميلنا احمد شاكر دلوقتي. عموما انا بجيب لحضراتكم الكلام اللي اتقال هنا والكلام اللي اتقال هنا، وعلى الجمهور ان يحكم ماذا سيحدث خلال الفتره القادمه. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنكمل بقى مع حضراتكم اخبارنا، اخبار البيت الكبير، ولكن بعد هذا الفاصل. يا مسهل يا رب، ان شاء الله ربنا يكرمنا وتكون البطوله رقم 11 في دولاب بطولات النادي الاهلي يا رب. اخبارنا النهارده محاضره بالفيديو وتدريبات اهليه لعبد المنعم. استأنف الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراه الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا المقرر لها مساء يوم 30 مايو الجاري على مركب محمد الخامس. وقبل انطلاق مران الاهلي عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي محاضره مع اللاعبين للحديث في كافه الجوانب الخططيه الخاصه بمباراه الوداد. طبعا لما بيجي يتكلم عن مباراه الوداد ما بيقولكش النهارده هتلعب كذا، لا لا طبعا بيتكلم بشكل عام. المدير الفني في ذلك الوقت بيتكلم بشكل عام، احنا عايزين نعتمد يا شباب دي مباراه نهائيه وبتبقى امور تحفيزيه اكتر منها تكتيكيه، الا لو كان طبعا عايز يلعب بشكل معين او بطريقه معينه يفهم لاعبته احنا هنعمل ايه. ده بيبقى في الخمس عشر دقائق اللي حضراتكم شايفينهم قبل المباراه. طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ مش موجود لانه موجود في المغرب زي ما حضراتكم شفتوا او زي ما حضراتكم عارفين. الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي قرر مجلس اداره النادي الاهلي ان هم يسافروا قبل المباراه او قبل الفريق بيوم او بيومين علشان يتم تجهيز كل الامور لبعثه فريق النادي الاهلي من خلال تواجد الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي في المغرب لتوفير كل الراحه وكل احتياجات الفريق قبل وصول الفريق الى المغرب. زي ما حضراتكم شايفين الكل مركز في مباراة يوم الاثنين القادم، مباراة الوداد الرياضي المغربي. معرفش ايه يوم الاثنين ده الحقيقة، حاجة غريبة، لكن زي ما حضراتكم كده من ضمن سلسلة القرارات الغريبة قرار ان تكون مباراة النهائي افريقيا يوم الاثنين. مش فاهم الاثنين ده، يعني دايما المباراه كانت تبقى يا جمعه يا سبت يا حد. الجمعه معظم البلاد العربيه بيبقى عندها الجمعه اجازه، السبت والحد بتبقى البلاد يعني افريقيا فيها كتير قوي عندهم سبت وحد، لكن يعني الاثنين ما تفهمش ليه. يعني حتى عندما تتكلم عن حقوق التسويق والحقوق الاعلاميه الاعلانيه هتجد ان ما فيش حد يقول لك يعني خد يوم اجازه، اعمل الماتش في يوم اجازه، ما تعرفش يوم السبت ده ممكن نقول لا مش هينفع لانه مباراه ليفربول وريال مدريد، وليفربول وريال مدريد هتغطي على كل حاجه. طب ما تعملها الجمعه، اعملها الحد. اشياء غريبه من ضمن القرارات الغريبه جدا 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 اللي قام بها الاتحاد الافريقي في هذا التوقيت، ان هو اختيار يوم الاثنين. النهارده عمرو السوليه شارك في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين السوليه كان عنده اصابه في العضله الخلفيه، اهو قدامكم السوليه موجود، ياسر ابراهيم موجود، ايمن اشرف هو انا شايف ظهره، ايوه هو ايمن اشرف، وديانج موجود، ياسر ابراهيم قلت لحضراتكم ان هو موجود، احمد عبد القادر هو موجود، حمدي فتحي هو موجود، خلاص كل اللاعبين، وليد سليمان النجم الكبير كابتن وليد سليمان موجود، كل اللاعبين موجودين باستثناء اعتقد محمد عبد المنعم. لو في حد تاني يا شباب قولوا لي، اعتقد ان محمد عبد المنعم فقط هو اللي يعني شفناه من شويه بيجري حول الملعب، لكن جميع اللاعبين ان شاء الله ان شاء الله متواجدين، وكلنا ثقه كبيره جدا 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 في اي حد في اي حد، من اول من اصغر واحد في الشباب اللي موجودين زياد مثلا اذا كان هو الاصغر فعلا، لاكبر واحد موجود كابتن وليد سليمان. اي حد
في قائمة النادي الأهلي، كلنا كأهلوية هنبقى في ظهركم، كلنا كأهلوية هنبقى واقفين معاكم، كلنا كأهلوية هنبقى عايزينكم بس في شيء واحد فقط، إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز على نادي الوداد، علشان البطولة دي هتبقى غالية قوي 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 لو ربنا كرمنا بيها. نعمل طبعا كل بطولات النادي الأهلي غالية، ولكن البطولة دي كمان هتبقى غالية جدا 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 لكل جمهور النادي الأهلي. الله، تواجد في التمرين الرئيسي النهاردة أو التمرين النهاردة النجم الكبير كابتن محمود كهربا، وأيضا النجم الكبير كابتن مؤمن زكريا، الاثنين كانوا متواجدين في ملعب التدريب قبل نهائي الإفريقي ليكون يعني عشان يحفزوا الفريق ويكونوا متواجدين مع الفريق. زميلنا أمير هشام هو كان كمان موجود مع مؤمن ومع كهربا، حاجة جميلة جدا جدا. كهربا في آخر مباراة تحديدا عمل هدفين أو هدف أعتقد، وعمل اثنين أسيست، حاجة جميلة جدا، جاب هدف وعمل اثنين أسيست. ومؤمن زي ما حضراتكم عارفين في نهائي ليفربول أمام تشيلسي كان هو نجم الحفلة ونجم اللقطة الحقيقة. مؤمن زكريا كان يعني عنده رحلة علاجية في إنجلترا. محمد صلاح دعا مؤمن ليكون متواجدا في النهائي واحتفل معاه في غرفة الملابس، وكانت لقطة جميلة جدا 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 من النجم الكبير والنجم العالمي محمد صلاح اللي احتفل بمؤمن زكريا. أول ما بشوف مؤمن نفسيا الواحد بيستريح، والله بجد مؤمن من الناس اللي الواحد يحب يشوفهم حتى لو ما بكلموش، حتى لو بقالنا فترة ما اتكلمناش، مش أنا يعني عموما، حتى لو انت ما تعرفوش كجمهور، في ناس ما تعرفش مؤمن ما شافتوش يعني فيس تو فيس، ولكن مجرد ان انت تشوفه على الشاشه نفسيا كده بتستريح نفسيا. هو وشه مريح، بص حضراتكم ضحكته عامله ازاي، وشخصيه جميله جدا جدا. بالمناسبه يعني للي ما يعرفش مؤمن، مؤمن شخصيه محترمه جدا وجميله جدا، ربنا يقومه لنا بالسلامه ويرجع يبقى. احنا عايزينه يكسر بقى بيرسيتاو ويكسر شريف في الاهداف يعني، ويجيب اهداف اكتر منهم. يعني وان شاء الله كلنا كل جمهور النادي الاهلي ينتظر هذا النجم الكبير مؤمن زكريا، ان شاء الله برضو كهربا وخلاص اعارته انتهت وهيرجع طبعا للنادي الاهلي، مش هيكون متواجد مش هيلعب، لكن هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه وننتظر ماذا سيحدث بعد انتهاء فتره اعاره كهربا. شكله كده جاي برضو رايق وفايق، يعني ربنا يكرمه. كهربا برضو من الناس اللي الواحد برضو بيحبهم جدا وجمهور الأهلي بيحبهم جدا. سليا شارك في التدريبات، ديانج أيضا ينتظم في التدريبات زي ما قلت لحضراتكم. كل المجموعة كانت متواجدة والحمد لله كلهم على قلب رجل واحد للعب في المباراة النهائية إن شاء الله والفوز بها أو بذل كل المجهود. احنا نفسنا طبعا كل الأهلاوية نفسهم النادي الأهلي يفوز، ولكن احنا عايزين اللعيبه دي تبذل اقصى جهد اقصى جهد، والنتيجه دي بتاعت ربنا مش بتاعتي ولا بتاعت اي حد، هي بتاعت ربنا فقط. اللي هيحصل يوم المباراه يوم 30 هننتظر ان شاء الله، ولكن اقصى جهد من الجهاز الفني من الجهاز الاداري من اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين، توفير مناخ رائع للفريق في كل شيء. عايز طياره خاصه؟ حاضر. عايز جمهور؟ هنودي جمهور وهندعم رحلات الجمهور بألف واثنين وثلاثة، مش بألف بس ولا اثنين بس، بتلات تلاف جنيه لرحلة اليوم الواحد، وبالتالي كل الدعم اللي حضرتك عايزه هيكون متواجد. بعت للاتحاد الأفريقي عشان أقول له إن نص ملعب ده بتاعي والجمهوري، هنبيعه إزاي؟ أعتقد بكرة أو بعده هيبان، عشان هيبقى فيه اجتماع في هذا الأمر يخص الجانب المصري النادي الأهلي يعني من هذا الأمر، يقعدوا معاه ويتفقوا على الامور اللي هيتم. على الخبر ده بالمناسبه كاتبه زميلنا محمد سعيد، محمد سعيد بيبقى عارف ايه اللي بيحصل جوه الكاف وبيقول لنا دايما من خلال صفحاته او من خلال وجوده على القناه بيقول لنا ايه اللي بيحصل. فمحمد سعيد كان قايل النهارده، انا لسه شايف الخبر ده قبل ما اتكلم مع حضراتكم، ان هو هيكون في اجتماع قريب ما بين الكاف والنادي الاهلي، مسؤولين في النادي الاهلي لكيفيه هنبيع التذاكر ازاي، او انتوا هتعملوا ايه في موضوع التذاكر. اعتقد ده هيبان خلال الايام القادمه، وبالتالي مجلس الاداره بيحاول ان يوفر كل شيء كل شيء للاعبين. في النهايه هذه حاجه بتاعت ربنا بقى،
حاجه مش بتاعتي خالص، انا بعمل اللي عليا، كل حاجه عملتها او بحاول ان انا اعملها واوصل لافضل طريق وافضل طريقه تخلي ال11 اللي هيبداوا المباراه وال15 ولا ال16 اللي هينتهوا بيهم المباراه بالخمسه الاحتياطي يعني او الخمسه البدلاء اللي هينزلوا يكونوا عملوا كل المجهود. النتيجه دي في النهايه تظل دائما نتيجه بتاعت ربنا. ماتش الصفاقسي، وانا اسف ان انا كل شويه برضو بقول هذا الكلام، ماتش الصفاقسي نادي الاهلي بتعادل هنا 1-1 1-1، الناس كلها قالت لك ايه يا عم، ما عدا الاهلاويه برضو كان في حمله ساعتها بس ما كناش فاهمين قوي، ف اتعملت حمله على النادي الاهلي، قالت يا عم ده كانت عادلين هنا 1-1. مانويل جوزيه دخل الصفاقسي في اوضتهم قال لهم هنكسبكم هناك وانتوا بتضحكوا دلوقتي، احنا هنضحك احنا هناك. هو الراجل ده كان بيعمل كده، اللي بيعمل كده لثقته الكبيره في مجموعه اللاعبين اللي موجودين، لثقته الكبيره في جمهور النادي الاهلي اللي بالملايين 70 80 مليون اهلاوي. رحنا عملنا مباراه، اتلعبت المباراه، قال لك اللي هينزلوا هم اللي هيغيروا المباراه، فعلا وائل رياض وعماد متعب نزلوا غيروا المباراه، يعني كنت اتشرف طبعا بالتواجد معاهم. المجموعه دي اكوتي طلع، المجموعه كلها كان كلنا عندنا هدف واحد فقط، هدف واحد بس، مش هنرجع من هناك غير عشان نفرح جمهور الاهلي، ازاي ان احنا نكسب. ربنا ما كرمش دي بتاعته. انا حاسس نفس الاحساس والله، انا عايش جو هذه البطوله دلوقتي، عايشين في جو هذه البطوله، عايشين في ان احنا رايحين المغرب وفي تونس بقى، كان لسه رادس ده جديد والملعب من اوله لاخره، والله العظيم عمري في حياتي في حياتي ما انسى هذه اللقطه. جمهور الاهلي في الوقت ده كانوا 15 20 واحد اهلاوي قاعدين ورانا، وكان ورايا انا تحديدا، يعني حتى الناس لما ايه تقول لي اسلام انت ما كنتش باين في الاحتفالات مع ابو تريكه ولما جاب الجون بتاع الكره الواحد صفر، الناس تقول لي انت مش باين، اقول لهم اه لان انا وقفت احتفلت مع جمهور النادي الاهلي في الجزء اللي هناك فما بانش، ما جاتش الكاميرا عليا خالص، ابو تريكه جري على الدكه ومع الناس وبتاع، فانا جريت على الناحيه الثانيه على الجمهور. فمن امتع لحظات حياتي ال 15 20 واحد انا شايفهم قدامي كده ومبسوطين وفرحانين، فما بالك ان شاء الله ربنا يكرم ويكون هناك عدد كبير من الجمهور، معرفش هيكون قد ايه، حتى لو واحد، حتى لو واحد فقط، انا متاكد ان لعيبه النادي الاهلي عارفين تماما تماما مقدار جمهور النادي الاهلي عندهم. فان شاء الله ربنا يكرمنا، ان شاء الله نستطيع ان نفوز، وان شاء الله نرجع ونفرح كل جمهورنا ونحتفل مع جمهورنا هناك ان شاء الله. وكالعاده قناه النادي الاهلي هتنقل او هتحاول تنقل لحضراتكم كل شيء من المغرب. كاف يعلن الكره الرسميه لنهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والوداد، نشرت الصفحه الرسميه للاتحاد الافريقي لكره القدم كاف فيديو للكشف عن الكره الرسميه التي سيخوض بها فريقي الاهلي والوداد المغربي مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. ويسافر الاهلي للمغرب عصر غدا لخوض المباراه المرتقبه التي ستقام في 9 من مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهره على مركب محمد الخامس. فبرضو حاجة مهمة جدا جدا، الكرة دي برضو حاجة مهمة جدا جدا، يعني أتمنى إن شاء الله إن هي تكون وش خير علينا وكل الأمور تسير بشكل جيد. منتخب مصر يعود من ملاوي يوم 10 يونيو قبل السفر إلى كوريا الجنوبية، تعود بعثة المنتخب إن شاء الله يوم 10 وتسافر معقب مواجهة إثيوبيا يوم 9 من نفس الشهر في تصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في 23 قبل أن تتوجه البعثة إلى كوريا الجنوبية. آخر خبر معانا، محمد صلاح يحدد موعد انضمامه لمنتخب مصر بعد نهائي دوري أبطال أوروبا. زي ما حضراتكم عارفين يوم 28 ده هيبقى نهائي دوري أبطال أوروبا ما بين النادي الأهلي، أنا آسف، نادي ليفربول ونادي ريال مدريد، كل ينتظر هذه المباراة. كابتن محمد صلاح طبعاً بعد نهاية هذه المباراة سيحدد مدى سيكون متواجد في معسكر الفراعنة المقبل عقب هذه المباراة. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هيكون عندنا 2 من النجوم الكبار، هنتكلم معاهم
فيما يخص النواحي الفنية للمباراة القادمة، مباراة الأهلي والوداد. النجم الكبير كابتن أسامة عرابي والنجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن في ضيافة البيت الكبير. أنا بحب الحلقة دي، بحب الحلقة بتاعت الكابتن عادل والكابتن أسامة. كابتن أيمن شوقي واخدهم مني على طول، بس معلش النهاردة بحب الحلقة دي لأن أنا إيه في الكواليس الحقيقة بتبقى الأمور حلوة قوي، في حاجات كتير قوي بس مش هقدر أقول يعني الحاجات دي. خليني أرحب بالنجمين الكبيرين الكابتن أسامة عرابي. إزيك كابتن أسامة؟ الله يخليك، تشرف النهاردة. الله يكرمك، ربنا يخليك. أيضا النجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن. أهلا كابتن إسلام، أهلا بيك، الله يخليك. مش هتكلم أنا حبيبي من الأول. أيوة من الأول. إديني بقى عشان ده كابتننا وده اللعيب رقم 13 في الفرقه. يا جماعه ما بيقولش الكلام ده، اقسم بالله في الـ يعني لا 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 دي حقيقة. الاوف اير ما بيقولش الكلام ده، بس هو طول الوقت كان بيتريق علينا. كابتن اسامه وطول الوقت عايز يبطلنا كلنا كابتن اسامه عشان يبقى هو اللي عامل الرقم. هو اللي عامله. هو عامله انا عارف، بس هو اخر وقته يعني ايه، كان يقول لنا انا عاوز اموت جوه الاستاد واتدفن ورا العالم، عارف العالم اللي هو بتاعنا ورا الجون. قال لك انا حطوني ورا الجون. حصل ولا لا يا حسن؟ حبيبي يا اخويا الصغير مش قادر اتكلم. ماشي. كنت باخده في الاوضه عندي كان بيعلمنا الكوره وبيعلمنا حاجات كتير. والشوط لا الشوط لا مش بيعرف يشوط. والجنبات لا مش قوي مش قوي. ها كان ضعيف فيه. كان ضعيف في الحاجات دي. لا هو بس هو اهم لعيب في الفرقه. ليه بقى؟ معرفش. هو كان مين زي كابتن أسامة دلوقتي؟ والله يعني صعب أقول لك إن في حد ممكن يعني يبقى قريب من الكابتن أسامة. يعني طبعًا أنا عارف يعني. لأن أنا لعبت عليه فأنا عارف. لكن مين يا كابتن عادل كده؟ يعني أول ما تقول أسامة عرابي تفتكر إسلام مثلًا يعني؟ إسلام محمد علي. لو اتكلمت على الفرقة بتاعتنا دلوقتي لازم يبقى اتنين. بجد والله صح. لازم اتنين لعيبه ياخدوا اللي كان عند كابتن اسامه يعني. كابتن اسامه كان اول لعيب تظهر لك في الملعب، ما عندكش مشكله، اول ما تمسك الكره الوحيد اللي بيظهر لك على طول. دي واحد. اتنين، اكتر واحد كان بينظم لنا اللعب هو والكابتن علاء ميوب طبعا. بص بيهرب مش عايز يقول برضه. لا ما هو ما فيش حد يبقى زي كابتن اسامه. مفيش حد الصراحه. مين زي كابتن عادل يا كابتن اسامه؟ عادل لا اتنين. لا عادل كان بيعرف يجيب جون سريع. يقدر يلعب راس حربة ويقدر يلعب تحت راس الحربة يعني جناح. الاثنين في الأجنحة. لا بس هو كل واحد ليه ستايل، اصله مش هتقدر تقول واحد شبه بالظبط حد. اوكي. لكن هو كان عنده بيلعب على الجون كويس، بيتحرك كويس، عنده سرعة، بيلعب اكتر من مكان يعني زي ما بقول لك بيلعب راس الحربة الصريح. وبيقدر يلعب مين دلوقتي برضو؟ انا لعبت كل اماكن الملعب. انا عارف. ما لعبتش جون بقى. لا جون لا. ديفندر ولا لا؟ لعبت ماتش افريكا سكور. الماتش لعبت ليبرو على اصلا ملك الماتش اللي كنت بتقع فيه. لا انا ايوه الماتش بتاع هناك أيوة وهنا. ايوه ايوه افريكا سكور. كنت اول مره العب ديفندر في حياتي. صح صح. كابتن اسامه خليني ابدا معاك. عندنا مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه جدا في وسط شعب شقيق، ونادي الوداد نادي كبير وعظيم وواحد من اكبر الانديه في افريقيا. المباراه صعبه من كل الجوانب، جماهيريا وفي الملعب. ما نيجي نتكلم فنيا دلوقتي حضراتكم هتتكلموا فنيا اكتر، لكن كيف يمكن التغلب على كل هذه الظروف؟ انا كلاعب انا افكر ازاي؟ انا عايز حضراتكم تقولوا لجمهور النادي الاهلي، انا لو انت لعيب هتفكر في مثل هذا الموقف ازاي؟ انت مسافر بكره، هتبتدي تحضر دماغك ازاي؟ هتبتدي تحضر تفكيرك ازاي؟ اولا مبروك للجهاز الفني والجماهير واللعيبه. الماتش اللي فات بتاع انبي قدوا مباراه كويسه يعني عكس المباريات الاخيره في الدوري العام، رغم الغيابات الكتيره في الملعب يعني كافحوا كتير وجاهدوا طوال الماتش وهم كانوا مسيطرين عليه والفرص كانت كتيره. لكن المكسب جه متاخر وفي وقت صعب جدا، وده برضو بتثبت التملي المقوله اللي احنا بنقولها ان روح النادي الاهلي والاصرار وعدم الياس لاخر ثانيه انك تجيب جونين في الدقيقه 94 و97 مش موضوع سهل يعني. طبعا ساعات سهل قوي ترمي الفوطه وخلاص والموضوع ينتهي
لكن قدروا يرجعوا للماتش وعملوا ماتش. هيفرق معانا الماتش الجاي ده كده. طبعا نفسيا ما انا عشان كده قدمت المقدمه دي. نفسيا طبعا بتفرق كتير، خاصه ان كان زي ما بقول لك ناس كتيره غايبه ومهمه. لكن اللعيبه كانت رجاله يعني وقدموا مباراه جيده يعني. بالنسبه بقى لمباراه المغرب، حضروا نفسهم ازاي الشباب؟ اولا اول حاجه لازم يلغوا موضوع الحكم. ايوه، او النبي يا كابتن قول الكلام ده لانه مهم جدا. طبعا جداً. اول نقطه، واعتقد ان كابتن سيد عبد الحفيظ هو اكيد مستر موسيماني واكيد الناس المختصه بالكره كلها تقدر تتكلم في الكلام ده، لانك انت هتقعد تدخل مع الحكم في حوارات كتيره من اولها مركز. هتخرج هتخرج نفسك بره التركيز. صح، فلازم يبقى انا شغلي الشاغل ال 90 دقيقه، او اذا الامور يعني حصل فيها غير كده لغايه اخر ثانيه يعني، لغايه حتى ما توصل اذا كانت هتوصل لضربات جزاء يعني لاي موقف هتوصل فيه، انا اقصد انك تبقى مركز 90 دقيقه بعيد عن الحكم. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه الجماهير، لابد انك انت اولا لعيبه الاهلي اتحطوا في المواقف دي كتير، يمكن في بعضهم صغير شويه لكن لعيبه كتير زي الشناوي، السولية، أفشة، شريف، كل دول اتحطوا في المواقف دي كتير. هاني، حمدي، ياسر، يعني لعبوا مع المنتخب تقريبا نسبة كبيرة لعبت لكن هنقول بس بعد عدد قليل اللي ما لعبش في المواقف دي. ايوه، فمتوقع جمهور المغرب هيملى الملعب وده طبيعي يعني، نص الملعب على الأقل يعني، ده أقلها يعني، هيبقى في نص الملعب بلده يعني أكيد هيبقى مال الملعب ونهائي. فبرضه ما اشغلش نفسي بالجمهور. أيوة. يعني ما اخشش في مهاترات مع الجماهير، ما اخشش في استفزازات مع الجماهير، احط زي ما بيقولوا قطنة كده في ودني ولاغي كل تركيزي المستطيل الاخضر والمهام اللي انا هقوم بيها وهعمل ايه لفرقتي عشان تطلع في احسن صوره. دي اول نقطتين. الحاجات بقى اللي هي الفنيه إذا حابب نتكلم فيها دلوقتي أو مع الوقت يعني، قدامنا لسه هنتكلم أكتر يا كابتن عادل، لكن دول أهم نقطتين اللي هي الحكم والجماهير، إن أنا أفصل نفسي عن الموضوع ده. أنا كلاعيبة يا كابتن عادل أبص للعيبة أشوف الوداد بيلعب إزاي. أنا مثلا كباك رايت مثلا أنا أبص أشوف الباك ليفت والوينج ليفت واللي بيجي ناحية الشمال كلهم بيلعبوا إزاي، ولا أشغل نفسي بالفرقة أكتر كلاعب؟ كلاعب طبعا. يعني اهم نقطه انك انت يعني عاوز اسهلها مش عاوز اصعبها شويه، اللي هو الـ 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 بالفكر التركيز اللي احنا كتير قوي كنا فاهمينه مش صح. حته التركيز ان انت يقول لك لازم تكون مركز متنشن من الحاجات دي، لا كل واحد بطريقته. المفترض ان انت في مفاتيح انك انت بتستدعي بيها اللعيب اللي هيلعب عليك. يعني بمعنى ايه؟ لما تيجي تتكلم مع لعيب تقول له انا بلعب باك رايت مثلا وهيلعب عليا واحد ناحيه الشمال، تستدعيه في ذاكرتك ازاي بيدخل يعني انا لو هلعب عبد القادر مثلا، عبد القادر ازاي بيوقف وازاي بيتحرك وازاي بيخش، بتفرج له كتير. ودي من تحضير مع الجهاز الفني. ايوه، بيساعده فيها الجهاز الفني. انت كلاعب ممكن يساعدك الجهاز الفني ان هو يديك كل مفاتيح اللعيب اللي هيلعب عليك او طريقه اللعب اللي هتتلعب عليك. ايوه، دي واحد. الحاجه الثانيه تركيزك بقى انك انت طول الوقت هتعمل ايه وفي الاوقات هتعمل ايه، لانه هو انت كلاعب برضو بعد ما بتاخد من المدير الفني ومن طريقه اللعب بتاعتك ابتكارك، انت بتاخد خطوط عريضه طبعا، انت بقى اللي بتحط بصمتك عليها، ازاي تحط بصمتك، ازاي تشتغل عليها. بس هو النقطه الوحيده اللي اتمنى، يمكن الكابتن اسامه اتكلم في كل النقاط وغطاها، بس النقطه الوحيده اللي اتمنى في الفاينل ده اشوف روح النادي الاهلي فقط وفلنة النادي الاهلي. روح لاعبين النادي الاهلي لو حضرت في اي وقت، انا ما بخافش على الفرقه خالص. يعني الماتش ام بالكابتن اسامه اتكلم عليه، دي روح النادي الاهلي، دي روح لعيبه النادي الاهلي من قديم الازل الى الان. ده حته عدم الياس، حته انك انت مؤمن ان انت لازم تكسب في الوقت حتى لو الوقت ضايع. ولكن بالنسبه للاعب الواحد، كل واحد بيتكلم يعني بيفكر اولا في واجباته، ثانيا واجباته الملتصقه بالواجبات بتاع اللي جنبه واللي قدامه، وفي الاخر الامر انك انت بتلعب 90 دقيقه تاريخ. ايوه، كاس افريقيا. أيوة. كابتن اسلام،
مش كاس افريقيا انك بتفوز بس، انت في كاس عالم، انت في لا الثالثه للتوالي في التاريخ. وفي لا وفي حاجه مهمه قوي. يا كابتن، انك انت احنا بنتكلم في عالم الاقتصاد دلوقتي كره القدم، عالم الاقتصاد، اقتصاد انت برضو في حاجه بتساعد نادي، صح طبعا بتساعد نادي طبعا، وانت كره القدم بقت صناعه دلوقتي طبعا، اللي يعرف يصنعها كويس واللي يعرف يشتغل فيها كويس واللي يعرف يجيب دخل فيها كويس هيشتغل كتير. فهي حته انه المباراه دي الغي من دماغك حاجتين، انك انت بتلعب في المغرب، انت بتلعب في استاد القاهره، دي ناحيه ذهنيه لازم تتربى جوه اللعيبه دلوقتي. والله يا كابتن عادل يعني اقول ان انا بلعب في اي ملعب وخلاص. الفكره بتتسلل للعيبه ازاي يا كابتن اسلام؟ ازاي؟ انك انت تهيئ له كل الظروف ان هو يعمل كده. انك انت بتفكر انا بلعب خارج ملعبي، لا انا عايز الاعداد النفسي بتاع اللاعب، واللاعب نفسه يعمل اعداد نفسه، الاعداد النفسي بتاعه انه بيلعب جوه ملعبه، ولا يبص ان هو، لان دي بتفرق معاه في طريقه اللعب. اوكي، انت طول العمر لما بنخرج نلعب بره عاوزين نتيجه علشان نرجع نكسب هنا، مظبوط، او لما بنجيب نتيجه هنا عاوزين لا احنا دي مباراه فاينل، يعني ان شاء الله تكون الروح بتاعتنا اهم حاجه وبدوس عليها، روح لعيب النادي الاهلي. كابتن اسامه، يعني هل دلوقتي من حضرتك اقترح عليا، هل احنا وحضرتك كابتن عادل برضه، هل احنا محتاجين ان احنا نتكلم في تعنت الاتحاد الافريقي واللي بيحصل من الاتحاد الافريقي والكلام ده كله، ولا خلاص بقى خلينا نتكلم فيما هو قادم؟ مجلس اداره النادي الاهلي اتخذ بالفعل الاجراءات اللازمه، ان هو قال سلبا او ايجابا انا مكمل في المحكمه الرياضيه، وبالتالي هل لسه محتاجين ان احنا نتكلم في تعنت الاتحاد الافريقي وكذا، ولا خلينا نركز بقى على النواحي الفنيه والكلام ده؟ اعرف بس رايك. طبعا يعني موضوع المجلس الاداره ياخد خطه زي ما هو عايز وحقه طبعا، لا واحنا هنرجع نتكلم في الموضوع بس ممكن بعد يوم الاثنين. ايوه يعني حقه طبعا، ولانه ده حق جماهير ملايين طبعا من الجماهير الشعب المصري، او حتى محبين النادي الاهلي خارج 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 مصر يعني، فده طبيعي حق مجلس الاداره ان يدافع عن حقوقه طبعا، لكن لازم يبقى فيه خط فاصل بين الجهاز الفني واللاعبين وموضوع المباراة. أوكي، خلاص كل التهيئة على أحداث المباراة وما هيتم فيها، لأنها هتتلعب هتتلعب يعني خلاص خلاص موضوع حسم كلعب يعني هناك. أنت تمشي في إجراءاتك اللي أنت عايزها، لكن اللعيبة لازم تروح وعارفة إن ما همهاش. عشان كده أنا اتكلمت على موضوع الحكم واتكلمت على موضوع الجماهير، لأنك دي خلاص مش مسؤولية اللعيبة، مش مسؤوليه اللعيبه بقى ان الماتش هيتلعب هناك مش هيتلعب هناك، مش ده اللي هيقعد يشغل وقتهم وتروح منهم الحاجات الفنيه اللي المفروض تتعمل منهم، سواء مناطق قوه ومناطق ضعف او مراكز قوه ومراكز ضعف في الفرقه الثانيه بالنسبه لنا احنا اللي نستغله. هو ده الشغل الشاغل للعيبه والجهاز الفني. فطبعا لازم نفصل بين موضوع ما يتم من مجلس الاداره او الاجراءات اللي تتاخد والمباراه نفسها. لا احنا بتكلم احنا كقناه الاهلي، هل نتكلم في كده يا كابتن عادل؟ لا، ولا خلاص بقى نبتدي نتكلم في الفني ونركز مع الفرقه ونركز مع، احنا الحمد لله بكره ان شاء الله الفرقه مسافره باعتين معاها الكرو بتاع القناه من اول دقيقه لاخر دقيقه، طبعا كل ما يهم جمهور النادي الاهلي وكل ما احنا كل حاجه نقدر نعرضها بنعرضها، لكن في حاجات طبعا ما بنقدرش. طبعا، لكن في النهايه لانها حاجات خاصه بتكتك وكده عشان ما حدش يروح، يعني حاجات خاصه بتكتك وكده ما بنعرضهاش. ف هل لسه بقى نقعد نتكلم في التعنت، ولا خلاص التعنت اتعرف وبقى واضح؟ ولكن في النهايه زي ما الكابتن، وجهه نظري برضو انا، وجهه نظري قريبه من وجهه نظر الكابتن اسامه، ان احنا في النهايه خلاص الماتش هيتلعب يوم الاثنين الساعه 9 في ملعب محمد الخامس. افضل حاجه عندنا في النادي الاهلي ان بنفصل اللاعبين عن كل الاجراءات الاداريه. أوكي، او حتى الاعلاميه، بدليل انك انت عندك استراتيجيه شغال بيها انك انت ما تتكلمش كلاعب على الاعلام وما تتكلمش كلاعب على التحضيرات والحاجات دي كلها، لكن من حقنا احنا ان احنا نبين للناس ان انت في تعنت، ومش في تعنت بس كابتن اسلام، الموضوع اكبر من تعنت. اوكي، الموضوع ان هم مش عايزين النادي الاهلي يكسب البطوله الثالثه، دي مش لاول مره. 2007 يعني ايام العرجون، مباراه العرجون. انا كنت بلعب، انا كنت في الملعب. انت كنت في الملعب، بانت تماما يعني الاثنين بنالت اللي في الاخر، بان تماما انك انت المطلوب انك انت ما تكسبش. وعاوز اقول لك حاجه، يعني
خلينا نتكلم في حتة انك انت طول الوقت في مضايقة ليك او مش تعنت، بس هو التعنت ما هو جاي من جوه هنا برضو، خلي بالك. ايوه النقطة دي مهمة قوي. انت هنا جوه في تعنت، اما بالك بقى بره انت ايه اللي بيحصل، واحنا كلنا شايفين. علشان كده مجلس الإدارة وكل القائمين على الكرة في النادي الأهلي بياخدوا حق النادي تماما، بس يعني هم بيشتغلوا في من ضمن اللوائح يعني، انت فاهمني. لكن احنا كإعلام انا بكلمك بمنتهى الأمانة، لا احنا شايفين ان في تعنت، وتعنت جامد قوي. أيوه. يعني ايه فرقة؟ احنا اولا لازم الناس تفهم حاجة، اولا احنا والمغرب أشقاء، مش مباراة. أيوة. كرة قدم مهم قوي ده يا كابتن. مش مباراة كرة قدم اللي هتفرقنا، دي رقم واحد. حتى احنا المشكلة مش مشكلة الوداد كمان. أيوة. المشكلة انت معاك مع الاتحاد الافريقي فقط لا غير، علشان حتى كمان الناس تبقى عارفة طول الوقت، طول عمرنا ما هنسمح ان يكون في انشقاق بيننا وبين اخواتنا العرب او المغرب او الجزائر او تونس، احنا كلنا واحد، كيان واحد. ولكن في نفس الوقت لما بتشوف الظلم بيقع عليك، يعني ايه انك انت يعني الاتحاد الاوروبي عامل الثلاث مواسم القادمين لغايه 25 محدد الملعب. انت لو كنت حددت الملعب من اول البطوله كان ايه المشكله؟ مش عارف. دي واحد، هي دي القصه، ان احنا يعني موضوع اتكلمنا فيه كتير. اتنين يا كابتن اسلام، ودي المهمه. اتفضل. في نقطه الناس يمكن غايبه عنها شويه. هو انت بتحدد الملاعب وبتلعب ليه في الملاعب اللي المحايده في افريقيا زي اوروبا؟ انت عارف ليه بالذات في افريقيا؟ علشان انت عايز تنشر اللعبه اكتر، عايز تساعد البلدان اكتر. ازاي تديها؟ ازاي تديها لبلد سنتين ورا بعض؟ هي دي المشكله. انت فاهمني؟ يعني انت لو حطيتها بتحاول تنشر اللعبه اكتر، وبتحاول تساعد البلاد الافريقيه اللي عندها امور صعبه، بتحاول تساعدها. انت لو وديتها نيجيريا، وديتها غانا، وديتها اي ليبيريا، اي دوله، مفيش اعتراض. انت نفسك كاتحاد افريقيا عارف ايه اللي هيحصل، تقول انا لا، انا بالعكس انا عاوز انشر اللعبه في افريقيا، عاوز اساعد كل الدول الافريقيه. مظبوط. لكن تعملها سنتين في المغرب دي بتديك، ولكن بغض النظر عن اي حاجه اللعيبه ماشيه في طريق، والنادي لازم يحمون الناس، لانه فعلا فعلا لما بنسكت بيفتكروا الادب دائما. الناس بتفتكر الادب غلط. بيفتكروا ان الناس اللي ماشيه بمنتهى الحذر والادب والاخلاق والحاجات دي بيفتكروه ضعف، خلي بالك. ودي مشكله في هنا حتى معانا. يعني انا عاوز اقول لك حاجه، اكتر من مره الفار بيظلمك، والفار دي انا مشكلتي مع الفار حاجه واحده يا كابتن اسلام، انك انت عندك وقت، يمكن الحكم ممكن لقطه وتنتهي عنه، لكن الفرد انت بترجع وبتجيب وبتروح وبتعمل وبتشوف. ليه انت بتكرر دائما القرار؟ بتقعد 7-8 دقايق اهو بتشوف الماتش الاخراني ده. انت بتدور على اي بص اي جون من ساعه ما الفار اتعمل للنادي الاهلي لازم يتراجع، حتى لو الشناوي اللي جايبه لازم يرجعوه. لا اصل انا يعني قاعد في الاستوديو التحليل وعمالين نحلل الموضوع، حتى لو الشناوي اللي شاطها وجابها جون من الجول للجول هيرجعوها تاني. واحيانا اول ما الفار بس على النادي الاهلي بيبقى حاجه، بحس ان الفار بيزقطط وبيجري وفرحان قوي وبيدي. فانت كل الحاجات دي لو سبتها خلي بالك هيفتكروك ان انت الموضوع عادي بالنسبه لهم وبيزيد. لا انت لازم تحمي نفسك وتحمي الناس. واحنا احنا احنا كاعلام في قناه النادي الاهلي لما نيجي بنتكلم احنا بنتكلم الحقيقه. انا عمرنا ما طالبنا الحكم يدينا ازيد من حقنا. احنا عايزين حقنا بس وحق الفرق، ودي الناس الاخرين زي ما انت عايز. طيب كابتن اسامه، يعني برضو علشان نوضح لكل جمهور النادي الاهلي ونوضح لكل الناس، احنا ياما لعبنا في المغرب طبعا، وقد تكون المباريات اللي لعبناها او دايما مبارياتنا مع كل الفرق المغربيه هي مباريات ذات طابع خاص. يعني عمرك مثلا ما تروح تلاعب اي فريق كبير في المغرب او صغير، او يعني اي فريق له تاريخ كبير في المغرب، وتلاقي ان الماتش سهل حتى لو في دوري المجموعات، حتى لو ماتش ودي، صح ولا انا بتكلم طبيعي؟ كل الماتشات اللي مع الشمال الافريقي، مغرب، تونس، جزائر، يعني يمكن اخفهم شويه ليبيا بحكم يعني خبرات، حتى مع ليبيا في الفتره الاخيره، حتى مع ليبيا برضو ماتشات يعني ماتشات بتبقى صعبه سواء على مستوى النادي او المنتخب.
لان انت بتلعب على زعامه الكره الافريقيه والعربيه الاثنين مع بعض. صح. انت هم في احنا في الجزء الافريقي واحنا عرب، فانت بتلعب على زعامه الكره العربيه والافريقيه مع بعض. أيوة. ولذلك تلاقي تملي الماتشات ديت بتبقى ماتشات فيها تنافس شديد جدا، فيها كميات جري كبيره، فيها تكتيك عالي جدا، فيها التزام خططي واللعيبه كلها مركزه، بتبقى تملي ماتشات صعبه ومن النادر بتلاقي فيها نتائج كبيره. يعني تملي تلاقي حصل بعد طبعا النتائج كبيره، كسبنا ترجي قبل كده 6، كسبنا ماتشات تانية 4، لكن هتلاقيها عدد ماتشات قليل، لكن معظم الماتشات بتلاقيها في ظروف الواحد صفر، 2-1، 1-1، ماتشات صعبه، مفيش ماتشات سهله، تملي ماتشات رايحه جايه يعني. فا اكيد المباراه طبعا هتبقى صعبه يعني، ما فيش شك في كده، لكن النادي الاهلي لعب كتير قوي بره وكسب. انا اعتقد انت كنت في ماتش الصفاقيسي. طبعا ماتش الصفاقيسي كسبانينه في اخر ثانيه والناس بتحتفل في تونس، وابو تريكه جاب الجون الاخير دوت في الثانيه الاخيره. وقبل كده انا في لما كنت في الجهاز مع مستر مارتن يول كنا مع الوداد المغربي في المغرب، كنا متعادلين هنا، رحنا هناك رامي ربيعه كسبناهم 1-0 هناك، الكلام ده من 3-4 سنين. الوداد المغربي الوداد كسبناهم 1-0 في المغرب بجون لرامي ربيعه. فانا اقصد ماتشات كتيره جدا كسبناها خارج ملعبنا، فدي مش ان شاء الله ما تكونش عائق. ما فيش شك زي ما عادل قال كان نتمنى الاتحاد الافريقي يبقى عادل فيها ونلعب في ارض محايده، لان ده المنطق بيقول كده، ما تديش لفرقه ماتشين ورا بعض في نفس البلد يعني. لكن النادي الاهلي قادر انه يتخطى العقبه ديت. الهدف كبير جدا قدام اللعيبه، البطوله الثالثه على التوالي. أيوه. ودي حاجه مش سهله يعني، موضوع صعب جدا جدا يعني. الحمد لله انا يعني كنت في جيل قدرنا ناخد كاس 3 مرات ورا بعض، اللي هم 84 و85 و86، واحتفظنا بيه للابد. ولكن الدوري كمان اصعب يعني، ابطال الدوري ما اتحققتش في القاره الافريقيه خالص لاي فريق، فطبعا هيبقى انجاز كبير جدا، فالهدف كبير. فمش مهم بقى هنلعب هناك في المغرب، هنلعب داخل نادي الوداد نفسه، اللعيبه لازم تفصل نفسها عن الموضوع ده، والهدف هو اللي بقى قدامها يعني. الكاس ده اللي هو الثالث على التوالي اللي هيخش دولاب النادي الاهلي، هو ده اللي هيبقى قدامه يعني، وقادرين على انه يعملوا كده يعني. طيب. ما فيهاش اي مشكله ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل برضو عشان اقفل الواحد دي تماما، الجمهور ياما شفنا برضو، وخصوصا برضو مباريات الشمال الافريقي خصوصا المغرب، المحبه موجوده والاحترام ما بيننا وما بينهم دائما موجود، ما بيننا وبين الشعب المغربي دائما موجود، وما بيننا وما بين الوداد والرجاء موجود وكل حاجه، والجيش الملكي والكلام، ولكن في النهايه انا عايز اكسب. فالضغوط دي كلها شفناها كتير جدا جدا من 1907 لغايه دلوقتي يعني. انا ممكن احولها ضغوط عليهم هم كلاعبين يعني، لو انا ركزت كويس قوي في الملعب، وانا دائما كنت اقول للعيبه مثلا في الماتشات الكبيره اقول لهم ايه، خلي النظر بتاعك تحت، ما تخلوش يطلع فوق كده خالص على الجمهور يعني. على الجمهور اه، انت لو طلعت فوق هتروح بذهنك معاه ولا كان بيتفرج عليك حد، انت انزل متع نفسك، ما تخافش من اي حاجه، اعزل، عندك جدار عازل بينك وبين الجمهور، وانت تحول الضغط بتاع الجمهور اللي معاهم عليهم انك تعمل ايه، انك تكون مركز في كل كوره. كرة القدم يا كابتن اسلام في الوقت الحالي هي مواجهات ثنائيه في كل الملعب مع تشجيع مدرج. ايوه. انت دلوقتي لو خدت المواجهات الثنائيه اكتر، المدرج بيهمل، بمعنى انت احيانا المدرج بيبقى نازل وانت عارف وبيأزر فرقته قوي، اول ما يلاقوك بس ماسك الكوره تاخد حاجات ثنائيه بينك وبين الفرقه بتقدر عليها، ايه اللي بيحصل ان هم الجمهور حتى بيهمل. ولكن لعيبه النادي الاهلي هيعزلوا دماغهم خالص عن الجمهور، انا واثق من دي تماما، ولا هيبصوا له خالص، وواثق كمان ان شاء الله يعني قدراتهم جوه الملعب. وانا بكرر روح الاهلي، روح الفلنه الحمراء في المباراه دي،
يعني انا ما بحبش كلمه حياه او موت في مباراه، لان الدنيا مش كده خالص. هي دي لا المباراه، طبعا دي كره قدم، هي مباراه كره قدم خلاص، تعمل اللي عليك وان شاء الله ربنا يكرمك. انت بتتكلم على مباراه هيعمل مجد أيوه. كبير قوي للجيل ده. احنا الجيل بتاعكو لما بنتكلم وبيتكلموا على طول الوقت، الجيل بتاعكو اللي هو كان الناس اللي لعبوا ابو تريكه ومحمد شوقي وانت وبركات وعماد متعب ووائل جمعه وعصام الحضري، الناس دي كلها طول الوقت بيذكروا فيكوا ايه؟ اهم نقطه انكم كنتوا جيل قوي عايز. الجيل اللي قبله، الجيل اللي كان متواجد قبليكوا، والجيل اللي قبله، والجيل الثمانينات، والجيل السبعينات، بتجد دائما هذه الاجيال متواجده. اهم نقطه في النادي الاهلي انك انت طول الوقت حاسس انك انت بطل. لو ما حسيتش الاحساس ده في المباراه دي لازم نازل انت بطل. مفيش يعني ايه الروح بتاعتك العاليه، الجدعانه بتاعتك بدون ضغط. ان النصر والهزيمه من عند الله، لكن بايدك حاجه واحده بس، روحك، تمام، جدعانتك، تمام، اتعب وسيب الباقي على ربنا. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ان الكلام ده مهم جدا، اهم كلام وجهه نظري، الكلام اللي الكباتن الكبار العظام دول اللي ياما شافوا خلال الفتره السابقه، الكلام اللي هم بيقولوه ده كلام مهم جدا جدا جدا، وده اللي يخليك تنفذ اللي مطلوب منك من المدير الفني وانت مستريح. بعد الفاصل نتكلم فنيا اكتر. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن اسامه، ايه راي حضرتك في هذه النسخه من دوري الابطال؟ افريقيا طبعا. فيها بعض المباريات القويه وفرق القويه، وطبعا منهم اخر فرقتين وصلوا اللي هو الاهلي والهلال، صن داونز وداد. الاهلي والوداد، سان داونز طبعا كان بيأدي بشكل كويس، مترو اتلتيكو كان بيأدي بشكل كويس. في بقى فرق ظهرت بمستوى اقل نسبيا، يعني بالنسبه لي كانت مفاجاه طبعا نادي الزمالك يخرج من دوري المجموعات، الترجي برده كان مفاجاه انه يخرج بعد ما حقق نتيجه كبيره خارج ملعبه وخسر. يعني في بعض الفرق كانت مفاجأة أنها تخرج بدري، بعض الفرق ظهرت بالمستوى الطبيعي بتاعها اللي هو النادي الأهلي ثالث مرة يوصل على التوالي، الوداد بقاله برضو أكتر من مرة في النسخ الأخيرة بيواصل ويوصل للنهائيات. ففي بعض الفرق اللي أدت بشكل كويس، وفي بعض الفرق الأخرى أقل في المستوى، لكن في المجمل بطولة جيدة طبعا. كابتن عادل، كيف ترى هذه المباراه من الناحيه الفنيه، اهلي وداد؟ يمكن خلي بالك احنا بنقول الاهلي وداد ده صح، لان القرعه قالت الاهلي يتقال الاول، الاهلي الاول. يعني انا بتكلم على النادي الاهلي، يهمني بس اول حاجه ان اللعيبه تكون سليمه ان شاء الله. اوكي. لان احنا عندنا مشكله اللعيبه يمكن اتصرفنا فيها كويس قوي كنادي اهلي، يعني اتصرف فيها كويس انه لعب اخر مباراتين من بدون اللعيبه اللي كان في عندهم اجهاد واللي كان عنده اصابات عشان بيتحضر للمباراه دي. هي دي بس العقبه اللي المفترض ان شاء الله تكون اللعيبه في حالتها الجسديه، او بالمعنى الاصح يكونوا اتشافوا من الاصابات البسيطه اللي كانت عندهم. واعتقد اسلام محمد عبد المنعم يمكن انا مش عارف، يمكن مش قريبين منهم كفرقه، ولكن احنا بنتكلم على انهم ان برضو ياسر ابراهيم كان دخل كان بيمر باحسن حالاته الفنيه، ديانج، حمدي فتحي، عمرو السليه. انت بتتكلم على نص الملعب، انا مش عارف يعني الناس المباراتين اللي فاتوا للنادي الاهلي لعبهم وناقص الثلاثه بتوع نص الملعب، يعني لازم الناس تعرف عملها ازاي دي. النادي الاهلي عملها صعب، في صعوبه جدا انك انت ثلاث لعيبه مهمين جدا نص الملعب بتاعك، يمكن عوضت بيهم قفشه، يمكن قفشه عجبني جدا في الحته الدفاعيه، ويمكن الحاجه دي هتعود على قفشه. دي انت هتلاعب فرقه عندها حته الكره الثابته صعبه جدا، عندهم اطوال، عندهم تكتيك كويس بيعملوه، يمكن الكره الثابته بتاعتهم بقالهم خمس سنين الوداد بيشتغلوا عليها، بس اللي هي لا يسرق على العرض القريبه، لا ينزل، لا تتعمل على البعيده وينزلها تحت، ودي حاجه مهمه جدا. افتكر انك انت بتتكلم على طرفين بتوع الوداد ممكن تقدر تلعب عليهم كويس، يمكن عايزين لعيب مهاري. انا طبعا مش هقول مين من لعيبه الاهلي اتمنى مين، لكن انت عايز لاعب مهاري، واحد يروح واحد على واحد، لان عندهم بطء غريب. عندي الحته برضو في السرد باكين عندهم في بطء غير عادي،
انت تقدر تشتغل فيها. اما بالنسبه للنادي الاهلي الكور الثابته اللي عليك لازم تبقى اشتغل عليها كويس قوي قوي قوي، لانه يمكن دي الصعوبه اللي هتلاقيها وهتلاقيها صعبه جدا مع فرقه الوداد. ولكن في الاخر عايز اقول لك انه لو مسكنا الفرقتين افراد هتبص تلاقي انت متفوق عليهم بعض الشيء، يمكن ممكن تقول 6-4 لو انت مسكت كافراد كواجبات مراكز، لكن بعد التشافي اللي انت عندك ممكن توصل 7-3. يعني انا بتكلم على العدد هنا والعدد هنا. الخبرات اعتقد الخبرات حاجه تانية المهمه، الضغط اللي حصل وهم عملوه طول الوقت اللي فات وانت كان عندك مشكله مع الاتحاد الافريقي، افتكر ان هي ممكن تعود عليك بايجابيه. انت لو عرفنا نستغلها نفسيا مع اللاعبين ايوه افتكر ان ده هتبقى سلاح ومفتاح كبير قوي لينا في المباراه القادمه ان شاء الله. كابتن اسامه كيف تغير شكل الوداد تكتيكيا وخططيا مع وليد الركراي؟ هو انا شفت لهم طبعا الماتشين كلهم بتوع بترو اتلتيكو اللي هم كسبوا فيه 3-1 واللي تعادلوا فيه 1-1، هم لعبوا بنفس التشكيل وبنفس الطريقه، لعبوا في الماتشين لعبوا 4-2-3-1، بيلعب احمد رضا تجناوتي اللي هو حارس المرمى، حارس جيد ومن الحراس الجيدين في المغرب، عندهم العمود وفرحاني واشرف داري ويحيى عطله، هم الاربعه مدافعين لو كويسين على فكره كويسين يعني انا كنت ما وبينقلوا بيبداوا الهجمه كويس، باكين كمان بيعملوا اوفرات كويسه بالذات من ناحيه يحيى عطله اللي هو الاشول ناحيه الشمال، يعني عندهم اتنين ارتكاز اللي هو يحيى جبران والداودي، ويحيى جبران هو اللي واخد الناحيه الدفاعيه اكتر، ممكن الداودي ده بيهاجم وبالذات من ناحيه الشمال، وعندهم بقى 3-1 عندهم بديع اوك بياخد ناحيه اليمين، هو طبعا في الطول هو اقصرهم لكنه مهاري جدا وبيعدي وبيعرف يعمل كرات عرضيه كتير خطر، يعني حتى في الماتش الاخير بتاع اولمبيك خريبكا في الدوري عمل كرات عرضيه كتير خطر، فهو ده الجنب بتاعهم اللي فيه بيبقى العمود وبديع اوك ناحيه اليمين. ناحيه الشمال بيلعب يا جعدي ناحيه الشمال يا اما ساعات السوني ايمن، وده لسه راجع من اصابه وده احسنه ده افضل ده مش هيبدا ايمن احتمال كبير بس هو لعب الماتشين بتوع هو افضلهم ساعات بيلعب بياخد تحت راس الحرب وساعات بياخد الجناح الشمال، والجعدي عكسه يعني الجعدي يا اما يبقى على الطرف يا اما هو تحت ومبونزا قدام اللي هو راس الحرب الافريقي، هو ايمن الحسوني هو اللي بيصنع الالعاب والمهاري وبيعرف يلعبهم وبيكمل من تحت على الجون كويس، وبديع اوك بيبقى واخد الخط قوي خط يعني واخد الخط قوي جناح أوبر. جناح تملي يعدي يعمل الكروسات يعني ما بيخشش للعمق عشان التسديد والحاجات دي كتير ويكمل تالت وبتاع مفيش قليل لكن هو شغله تملي من الخارج ويعمل كرات عرضيه يعني هو تملي التمريرات العرضيه او البينيه للمهاجم اللي جاي عكس هو اللي بيعملها وبقى جنبه ايمن الحسوني وده امهرهم وبيكمل على الجون كويس وعنده طول كويس وزي ما عادل قال بيبقوا مميزين في الضربات الثابته يعني حتى الجون اللي تعادلوا بيه في مباراه بترو اتلتيكو كانت ضربه ثابته والسرد باك اللي هو فرحاني هو اللي طلع وجابها براسه يعني هم طبعا انت عارف لعبت كتير وكلنا لعبنا كتير قدامهم مميزين طول عمرهم في الضربات الثابته بالاوفرات والكور الثابته فده التشكيل تقريبا الثابت بتاعهم بيحصل بعض التعديلات لكن ده بنفس الشكل في ماتش اللي كانت مفاجاه في ماتش بترو اتلتيكو رغم انه كسبان الماتش الاولاني 3-1 خارج ملعبه انا توقعت انه هيستغل دفعه الجماهير وهيبقى ضاغط قوي وكده لا ده بترو اتلتيكو هو اللي كان مهاجم ودي برضو تدي ثقه لعيبه النادي الاهلي انه يقدر يهاجم هناك وانه يقدر يروح على الجون وانه يقدر يستحوذ وانه يقدر يلعب كانت بترو اتلتيكو هو اللي مهاجم وهو اللي جاب الجون الاول وكان ضاغطهم هم كانوا قلقانين يعني رغم انهم كسبانين بره 3-1 لكن هم اتعادلوا بسرعه يعني بعديها ب 10 دقايق ولا ربع ساعه يعني ما خدوش وقت في الضربه الثابته لكن هم ما كانوش في احسن حالاتهم في المباراه دي على فكره لا ما كانوش يعني مباراه بترو اتلتيكو الخارج ملعبهم كانت افضل بالنسبه لهم من مباراه بترو اتلتيكو في المغرب
يعني بيبداوا الهجمه من تحت، بيعملوا استحواذ كويس. طبعا عندهم انت عارف الكرات العكسيه دي تملي بيعملوها، اللي هي من اتجاه اليمين خالص للشمال او العكس، دي بتتعمل كتير. بيلعبوا على الخط. وتملي اتنين على الخطوط، يعني الاجنحه بتخش طبعا للداخل ولكن قليل، يعني تملي على الخط. دايما على الخط. الاكثر اللي بيروح على الجون هو موبينزا ده اللي هو الافريقي والحسوني. الوداد بيلعب من ناحيه اليمين اكتر ولا الشمال ولا من وجهه نظرك؟ يعني اقول لك حاجه، الوداد عملها في المباراه الاولانيه بتاعت اتلتيكو، هو بيحول الطريقه من 4 2 3 1 الى 4 1 4 1. اوكي. دي انا متخيل ده اللي هيعمله مع النادي الاهلي، لانه عنده مباراه فاينل، هيبدا المباراه للاخر. هيستدرج الاهلي للاخر، لانه بيلاعب فرقه كبيره هو برده عامل حسابها، فلما يجي يعمل حسابها هيغير طريقه اللعب بتاعه. اما بالنسبه للطرق اللي هو بيهاجم منها، اهم من ناحيه اللي هي ناحيه الشمال احيانا اللي هي يمين ناحيتنا، ويمكن الميل بتلاقي الفرقه كلها بتميل الناحيه دي، وبيجي الاخر اللي هو زي الظهير الايمن يعني كابتن اسامه كده من ناحيه اليمين الباك رايت، اللي هي الحته اللي انت قلت اللي هو بيعملوها العكسيه الناحيه الثانيه. ولكن انا من وجهه نظري ان هو هيشتغل بحرص كبير قوي على النادي الاهلي. يمكن الحرص اللي عمله مع بيتلو اتلتيكو في البدايه في المباراه الثانيه اللي انا شفتها، ده كان عامل حرص كبير قوي، كان عاوز يلعب بدون اجهاد، كان عاوز يخلص العمليه لان نتيجته عاليه قوي 3-1 وكسبان بره. فافتكر ان هو مخلص، فلما لان خلي بالك ما كانوش برضو موافقين ان هم ياجلوا لهم الماتش وبتاع وقصه كده يعني. فلما لقى نفسه ان هو خلاص احرج شويه، رجع لطريقته العاديه. لكن انا مع النادي الاهلي هيحولها من 4-2-3-1، لا هيحولها 4-1-4-1، وفي تغييرات جوه الملعب. 4-1-4-1 قد تكون هي الوسيله او الطريقه، طريقه اللعب اللي هيلعب بيها، ولكن هل هيضغط من قدام؟ هل هينتظر النادي الاهلي؟ هيعمل ايه؟ هنعرف، ولكن نطلع فاصل، وبعد الفاصل كابتن اسامه وكابتن عادل هيجاوبوا لنا على السؤال ده. والنادي الاهلي برضه هل من نعرف برضه وجهه نظرهم، هيضغط هيقف يستنى؟ هنشوف، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما سالت حضراتكم قبل نهايه الفقره السابقه، هل سينتظر وليد الافريقي بيتسو موسيماني ولا انت بلعب في ارضي خلاص؟ ما هو يعني في الاخر هي ارضي وجمهوري، او العدد الاكبر هيكون جمهوري، ولكن في النهايه هل انا استنى ولا بلعب نهائي افريقيا ولا بعمل ايه؟ ما هي بقى بص يا اسلام، مشكله انك تخش جوه دماغ كل واحد فيهم، سواء وليد الافريقي او بيتسو موسيماني. لان هل لو انت بتفكر سيناريو يعني لو هو يعني اقصد بطريقه لعبه اللي حضرتك شفتها يعمل ايه؟ يعني انا في مباراه بيترو اتلتيكو تفاجات انه مستني وبيلعب على مهله خالص، وانا تخيلت هو كسبان 3-1، صعب قوي ان بيترو اتلتيكو يجيب فيه 3 اجوان. انا افتكرت هيستغل بقى عامل الجمهور وهيضغط، لا هو ما عملش كده من الاول، كان مستني. فانا برضو ما اقدرش ااكد هل هو هيهاجم النادي الاهلي قوي من الاول مستغل انه بيلعب في المغرب وكده، ولا برضه عامل حسابه للنادي الاهلي وخطورته ولعبته الدوليه وامكانياته، فهيفضل مهدي الموضوع تلتين مثلا، او يلعب على هجمه مرتده او ضربه ثابته. فبرضه مش قادر اخش جوه دماغه بالظبط. نفس الشيء انت لو رحت الناحيه الثانيه مستر بيتسو موسيماني، مش عارف، نفس الشيء. في ماتشات فاجئنا انه هاجم قوي من الاول خارج ملعبه وكان بيضغط من قدام قوي، وفي ماتشات كتيره برضو كان صابر ومستني نص ملعبنا او تلتين الملعب وبيلعب على مساحات فاضيه لما الديفنس يطلع. فمش يعني السيناريوهات كلها موجوده يعني، سواء يعني هنا او هنا. يعني هي بقى داخله، هي قرار المدير الفني بقى فيهم كل واحد فيهم. كابتن عادل، يعني انا ما اقدرش اجزم انه كل واحد فيهم هيعمل ايه، ما اقدرش. انا بيتهيألي هيستفز الاهلي. بمعنى ايه؟ الكراكي كابتن المدير الفني للنادي الاهلي هيستفز الاهلي. بمعنى ايه؟ انا استنى ان هو النادي الاهلي نادي دائما بيلعب على المكسب، هيبقى العكس بقى، يبقى هيضغط. لا هو في الاول في حاجة دلوقتي في كرة القدم يا كابتن اسلام، المدربين بيعملوها الضغط الواهي. اللي هو الضغط اللي بيحسسك انه بيضغط، هو ما بيضغطش. بمعنى ايه؟
في ضغط جزئي وفي ضغط جماعي. ايوه انت بتتكلم على انك انت لما تكون عايز تعمل حاجه متوسطه ما بين دي ودي، تعمل الجزئي اللي هو من مطرح الكوره المزنوقه او في المكان الميت، بمعنى انك انت بتتفرج على الفرقه الاخرى يا كابتن اسلام وبتقول التحضير جاي امتى، زي مثلا اسلام الشاطر كان يبقى على يمين، مثلا سيد معوض يبقى على الشمال مثلا لما كنت بتلعبه. المدرب دائما اللي قدامك بيتفرج مين اكتر واحد بيثق فيه حارس المرمى عشان يرمي له، فبسد مكانه الاقل ممكن ان انا اروح له، انت فاهم، واروح في الحته دي واضغط الحته دي. ده اكيد هيعملها في اول 5 دقائق او العشر دقائق. مفيش مباراه بتمشي على وتيره واحده، المدرب اللي بيمشي المباراه على وتيره واحده ده ما بيبقاش بيتدخل. لكن بطوله افريقيا نهائي لازم تتلعب على جزئيات، الجزئيات بارقام، الارقام بمواعيد، المواعيد انك انت بتتقسم ازاي، تقسم الشوط الاولاني والشوط الثاني، وازاي انت تعرف من دراستك للفرقه الثانيه انهي وقت يعني الماتش مش متساب كده يا كابتن وخلاص. لا مش متساب، عمره ما هيتساب كده طبعا. انت بتتكلم على اول ربع ساعه ممكن استراتيجيه انك انت بتهاجم بتعمل ضغطه شرسه علشان تخطف جول، او بالمعنى الاصح بتنزل تدافع علشان الفرقه الثانيه نازله تهاجمك لانها متاخره. لكن مباراه الاثنين زي بعض، الفرقتين هو استيميشن بين الاثنين مدربين، مين فيهم اللي هيبقى صبور اكتر، مين فيهم اللي هيبقى يستغل ضعف الفرقه، نقاط الضعف اللي موجوده في الفرقه الثانيه، الحته اللي موجوده عنده. يعني انا شايف ضعف فرقه الوداد من القلب. اوكي، بس عشان توصل للقلب ماذا تفعل؟ اوكي، هي دي المهمه. زي النادي الاهلي انا متخيل الفرقه ان هم يلعبوا الطويل دايما يا كابتن اسلام، لعب الطويل لانه دائما بيقول لك ان الاهلي بيضغط من اي مكان فيلعب شغل طويل عليك، هي دي برضو عندك من وجهه نظره ان ده ضعف عندك. فانت لو تعرف تعمل الجاب ده تقلله شويه والشناوي يبقى كاليبرو، هتخنق فرقه الوداد. الوداد بيحب ان هو يفتح الملعب علشان الكور الطويله والنزول والتنزيل واللعب، والكره الثانيه هو شاطر فيها وقوي فيها. النادي الاهلي لو تحكم في الكره الثانيه مع الوداد افتكر ان احنا المباراه ان شاء الله تكون لصالحنا. قبل بس ما اختم مع نجومنا الكبار، عايز برضو اسال حضراتكم على حاجه. هو انا لما اقول تصريح الصبح وتصريح الظهر وتصريح بالليل، هل ده طبيعي؟ والثلاث تصريحات عكس بعض، هل ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ انا مش هسال الكباتن، هسال حضراتكم. لو ده الطبيعي يبقى انا ما خلاص، يبقى احنا ما يعني مش عارف 11 38 دقيقه من شويه كابتن عصام عبد الفتاح نجم التصريحات، مباراه الاهلي وبيراميدز في الكاس بتقنيه الفار، الصبح ما حددناش، بعد الظهر هنشوف او ما قلتش حاجه، وبالليل فيها فار. فيا مسهل يا رب، يعني فيها فيل، علبه فيها فيل. ايام الله يرحمه توفيق الدقن الحقيقه كان ممثل عبقري وعظيم. هو كمان في حاجه اسلام انا حابب اقول لك، بره الماتش افريقيا، بس انا بصراحه الحاجات دي بتخليني سامع ان رابطه النقاد وده يبقى عندهم حق فيه، المفروض ما يبقاش فيه تصريحات من الحكام من رابطه الانديه، تصريحات للحكام او رئيس لجنه الحكام او الحكام نفسهم بعد المباريات على تعليق على يعني اهداف دخلت او اهداف ما دخلتش او كره اوفسايد، المفروض ما يبقاش فيه تصريح. انا وجهه نظري كده، هو اللي ما حصلش لبس هو اللي بيصرح. خلي بال حضرتك، انا بحب الكابتن عصام جدا طبعا، والله بجد كلنا بنحبه وبحترمه جدا كشخص وبتاع، ولكن انا عندي مشكله كبيره جدا مع الكابتن عصام في كيفيه ادارته لاداره لجنه الحكام بجد والله. يا كابتن اسلام اسالك سؤال، اتفضل يا كابتن. هو عيب انك انت تقول انا اخطأت؟ لا طبعا انا مش طب عارف. عيب انك انت مثلا، طب انا قلت للكابتن عصام النهارده حاجات والله يا كابتن، قلت له فلان الفلاني والحكم الفلاني قال كذا وعمل كذا وانت كلمته وقلت كذا، بقول لحضرتك ده انا بقول له كابتن عصام على الهواء، قلت له يا كابتن لو انا بقول حاجه غلط لو سمحت تطلع قول لي يا اسلام انت كل الكلام اللي انت بتقوله ده غلط، وقول لي 1 2 3 انا بقولك على الهواء، يعني انا مش بقول بقى، يعني تخيل انت انا بقول لك يا كابتن عادل اطلع بقى وانت دلوقتي على الهواء قول لي يا اسلام انت غلطان في كذا وكذا وكذا وكل كلام انت بتقوله ده كده، حضرتك ما بتردش. انا عايز اكمل النقطه بتاعتي دي يا كابتن اسلام. انت في الـ في الـ في الجون اللي اتعمل وقلنا الفار ما بيتدخلش، انت لما تيجي تطلع يا كابتن عصام مش عيب انك تقول في خطا
في تنفيذ القرار، الناس هتحبك وهتحترمك، لكن انت الهدف انك انت رايح يعني اللي هو انصر اخاك ظالما. غلط الموضوع مش كده يا كابتن عصام. اولا حكامك هياخدوا على الغلط، وبعدين ما احنا خلي بالك احنا ما عندناش حكم في كاس العالم، وهي جت كده بيقول لك منتخب يعني مصر ما راحش 4-5 دورات ورا بعض. هو اللي قال كده؟ اه والله. اه والله لما هو راح لكاس العالم والكابتن جمال غندور راح لكاس العالم، هو الكابتن عصام رد قال كده. ما هو كابتن عصام الصراحه يعني هو الحقيقه ما انا بقول لحضرتك يعني واضح ان من حته البروتوكول يعني هو يمكن بيعمل تحكيم جديد مش عارف. هو التصريحات مفروض تقل من لجنه الحكام، من الكابتن عصام او من الحكام نفسهم، صح؟ عشان ما يحصلش جدل كتير. الحكام دلوقتي بقى بيطلع هي كابتن محمد عدل من ساعه ما طلع وقال الاحتواء اصلا يحصل جدل كتير بقى في احتواء اصل هي البروتوكول وفي روح البروتوكول في حاجه ثالثه 50-50 ضربة الجزاء 50-50 مشكلة الحاجات الأخطاء التحكيمية أو حتى صح أو لعبة خطأ أو صح بيحصل فيها جدل، فلو كمان حد من لجنة الحكام طلع قال ده غلط ودي صح وده بيحصل لبس عند الجماهير وعند الناس كلها. اتفضل يا عارف المشكلة الأخيرة في ثانية واحدة. هو انت ليه كنادي اهلي بتكسب؟ الثانيه عدت على فكره وبتجمد يعني بتكسب على طول. بقول لك الثانيه عدت وبتجمد. لا بهزر يا كابتن، ودي مهمه قوي، انت بتستفز الناس انك بتكسب كاهلي يعني وبتلعب. طب اعمل ايه؟ اقفل النادي ولا اعمل ايه؟ ما انا دلوقتي عاوز اقول لهم يا جماعه يعني والله نصيحه، ما تحطش الاهلي في دماغك، اشتغل شغلك وخلاص، اشتغل زيه هتنجح، لكن انت حاطه في دماغك اللي ما يطلقش عاوز ينزلك يا عم ما تطلع لي احسن. انت لو طلعت لي احتمال تفيد الكره المصريه، لكن انت عاوز تنزلني وانزل ده. في ناس مش عايزك تاخد بطوله افريقيا من هنا. بقول لك انا لسه أنا مش بقول والله امبارح حد طلع حد قال كلها معلومات مغلوطه غلط مش صح. يعني تخيل واحد مثلا الكابتن اسامه عنده 40 سنه، تخيل واحد طلع يقول لك وبيتكلم بثقه ان الكابتن اسامه عنده 30 سنه. ده كده المعلومه غلط كده مش بجد مش هزار. في حاجات النادي الاهلي صابر عليها يا كابتن، في حاجات مش على اسامه انا بتكلم يعني في حاجات النادي الاهلي صابر عليها بكوارث بتحصل ضده بره. انا بكلمك ومن اشخاص معينين وانا معروفين طبعا. انا عارف واحد عمل كارثه في النادي الاهلي بس موجود حضراتكم النهارده وبقيه في قناه الاهلي وبقيه القنوات ان شاء الله يكون يعني بيرد ولو على اجزاء على قد ما بنقدر. بنحاول الحقيقه ان احنا نوضح الحقيقه من خلال كلام واضح وصريح علشان اي حد عايز يقول اي حاجه يقول لي اسلام لا والله انت بتقول غلط او بتقول كذب. انا عايز حد يطلع يقول لي كده، نفسي حد يطلع يقول لي كده على الهوا، وانا هرد على طول واقول ان انا في الموضوع ده قلت كذا وكذا وكذا وعندي كذا وكذا وكذا. كابتن اسامه شرفت ونورت. الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا كابتن عادل، شرفت ونورت. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. سيب حضراتكم إن شاء الله بكرة نلتقي على خير، وإن شاء الله يكون يوم جديد. إحنا غالبا لغاية يوم الاثنين هنبقى مع حضراتكم كل يوم. مين اللي هيبقى موجود؟ كل شاشة قناة النادي الأهلي هتسخر برامجها لمساندة ودعم والوقوف خلف فريقها وخلف جمهور النادي الأهلي، لأنه زي ما قلت لحضراتكم من وقت خروج أو من وقت الوصول الفريق للمطار هتلاقوا كاميرا قناة الأهلي متواجدة مع الفريق وبتنقل لحضراتكم كل ما هو متاح إن احنا ننقله، وبالتالي إن شاء الله خلال الفترة القادمة دعم ومساندة واجبة يا كابتن أسامة وكابتن عادل لكل الناس. مش عايزين نتكلم بقى على ولا تحكيم محلي على حاجة، ولكن دعم ومساندة واضحة إن شاء الله خلال الفترة القادمة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم على خير وحلقة جديدة من البيت الكبير. في حاجات وأماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل والفرق